ركز معانا. نوع بسميه سايكليك ايكوزانويد او ليها اسم تاني بروستانويد، والنوع التاني بسميها ايه؟ نون سايكليك او اي سايكليك ايكوزانويد. السايكليك كانوا بي تي تي، والاي سايكليك كانوا ال ال. السايكليك بي بي تي بروستاجلاندين وبروستاسايكلين وثرومبوكسات، والايسايكليك ال ال ليوكوترايينز وليبوكسين. وكان كل واحد ليه اختصار وكان ليهم طريقه للتسميه. خلاص يا جماعه بدات. يلا لما اقول واحد اسمه بروستاجلاندين اي 2، الفيرست تو ليترز ايه؟ الابريفيش، والثيرد ليتر التايب، وعندي سام سكريبت نمبر يدل على ايه؟ النمبر اوف الدبل بوند. دلوقتي بقى يا سعد انا عايز اصنعهم، عايز اتكلم على الميتابوليزم بتاعهم. يقول لك والله عشان اصنعهم انا محتاج فاتي اسيد اسمه اراكيدونيك. ولما خدنا في الامبورتنس اوف الفوسفوليميت اللي معروف كلمه الفش، كان الايه؟ اراكيدونيك اسيد فور سينثيسيس اوف ايكوزانويد از اوبتيند فروم مين؟ السيل ممبرين فوسفوليميت. فلو عايز اصنع ايكوزانويد، البدايه اشتغل على الفوسفوليميت اللي في السيل ممبرين عن طريق انزيم كنت بسميه فوسفولايبيز اي 2. اروح مطلع الاراكيدونيك اسيد اللي في بوزيشن رقم 2، ويبقى عندي فوسفوليبيد متكسر بسميه لايزوفوسفوليبيد. الاراكيدونيك ده هنصنع منه الايكوزانويد. لو عايز اصنع السايكليك، ركز معايا الورق، اروح ماشي في سكه تسمى سايكلو اوكسجينيز باثوي او كوكس. يبقى امشي سكه اسمها كوكس اصنع مين؟ السايكليك. ولو عايز اصنع الاي سايكليك اي كوزانويد، امشي في سكه اسمها لايبوكسجينيز باثوي او لوكس. يبقى في سكتين لتصنيع الكوزانويد. لو عايز اصنع السايكليك امشي في سكه مين؟ الكوكس. ولو عايز اصنع الاي سايكليك امشي في سكه مين؟ اللوكس. يلا بينا نبدا نصنع السايكليك، فهمشي في سكه الكوكس اللي اسمها سايكلو اوكسجينيز. هقابل انزيم اسمه بروستاجلاندين اتش سينثيز، ركز معايا قوي الموضوع مهم، يحول لي الاراكيدونيك اسيد لبروستاجلاندين اتش 2. والبروستاجلاندين اتش 2 ده البيرنت بتاع جميع السايكليك ايكوزانويد. تعالى نشوف ازاي. لو عايز منه اصنع ثرومبوكسات، اروح جايب انزيم اسمه ثرومبوكسان سينثيز، اروح مصنع ثرومبوكسان اي 2. لو عايز اصنع البروستاسايكلين بانزيم اسمه بروستاسايكلين سينثيز، يديني بروستاسايكلين 2. وبانزيم اسمه ايزوميريز يديني بروستاجلاندين اي 2. وبانزيم اسمه ريدكتيز يديني بروستاجلاندين اف 2 الفا. لو بصيت هتلاقيني صنعت كل السايكليك ايكوزانويد، صنعت البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين، وصنعتهم بسكه اسمها سايكلو اوكسجينيز باثوي عن طريق انزيم، ركز معايا، اسمه بروستاجلاندين اتش سينثيز. ده ليه تو اكتيفيتيز، لسايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي ولي بيروكسيديز اكتيفيتي. لو عايز تفهم كلمه سايكلو اوكسجينيز، بيعمل سايكل ويحط اوتو، بيعمل سايكل ويحط اوكسجين يبقى اسمه سايكلو اوكسجينيز. لما احط اوتو في وسط اي مركب يبقى اسمها بيروكسايد. قال لك انا بقى بكسر الاوتو، بكسر البيروكسايد، ده اسمه بيروكسيديز. فده مثال على انزيم له تو فانكشنز. احنا خدنا قبل كده واحد اسمه دي برانشنج باي فانكشن، كمان البروستاجلاندين اتش سينثيز ده باي فانكشن. يقول لك كمان انا في السكه دي اللي اسمها سايكلو اوكسجينيز باثوي، انا بفقد اثنين دبل بوند. انا بدات بالاراكيدونيك في اربعه دبل بوند، كل اللي طالع ثرومبوكسين اي 2، بروستاجلاندين اي 2 كله طالع 2، يبقى في اثنين دبل بوند فقط. بدات بواحد في اربعه والناتج كله في اثنين دبل بوند. مره كمان يلا، انا عايز اصنع ايكوزانويد، اصحى معايا، عندي نوع اسمه سايكليك ونوع اسمه ايسايكليك.
لو عايز اعمل السايكليك همشي في سكه اسمها كروكس. لو عايز اصنع الايسايكليك همشي في سكه اسمها لوكس. لو عندي سيادتك ايكوزينويد عايز اصنعها لازم اجيب سيل ممبرين فوسفوليبيد بانزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 طلع لايزو فوسفوليبيد وعندي اراكيدونيك. اروح ماشي في سكه الكوكس عشان اعمل السايكليك بانزيم اسمه بروستاجلاندين اتش 2 سينتيز يديني بروستاجلاندين اتش 2 والبروستاجلاندين اتش سينتيز ده ريسايكلو اوكسجينيز وبيروكسيز. البيرنت بتاع كل السايكليك هو البروستاجلاندين اتش 2 بثرومبوكسان سينتيز بقى ثرومبوكسان اي 2 ببروستاسايكلين سينتيز بروستاسايكلين 2 وايزوميريز يديني بروستاجلاندين اي 2 ريدكتيز بروستاجلاندين اف 2 الفا. انا كده صنعت مين السايكليك. لو عايز اصنع الاي سايكليك امشي في سكه اسمها ايه لوكس لايفوكسجينيز باثوي. اروح جايب الاراكيدونيك اسيد اهو وماشي في سكه اسمها لوكس يديني اليوكوتراين اي 4 وده البيرنت بتاع كل الاي سايكليك. منه اصنع اليوكوتراين سي 4 واليوكوتراين دي 4 واليوكوتراين اي 4 ومن اليوكوتراين اي 4 برضو اقدر اصنع مين الليبوكسين. يبقى صنعت جميع الاي سايكليك عن طريق الباثوي اللي اسمها لايبوكسجينيز او لوكس. طبعا الباثوي مش لازم تحفظها صم بس تفهم مين جاب مين مشيت بايه يعني تفهم الدنيا ماشيه ازاي مش لازم تحفظها بالظبط بالانزيمات. يعني تفهم ان البيرنت بتاع كل سايكليك هو ال H2 تفهم البيرنت بتاع كل سايكليك هو اليوكوتراين A4 تفهم ان وانا بصنع السايكليك بفقد اثنين دبل بوند لكن وانا بصنع ال A سايكليك نو دبل بوند ار لوست. بدات باراكيدونيك اللي فيه اربعه دبل بوند لو مشيت في اللوكس كله طالع A4 C4 D4 E4 يعني مفيش فقدان للدبل بوند وانا بصنع ال A سايكليك إيكوزانول. طب الكلام جميل لغايه دلوقتي. عايزين بقى مع بعضينا نعرف ايه الفانكشن اوف الايكوزانول. انت ليه مصمم تصنع ايكوزانول؟ يقول لك هما سته. لو عايزه تجيب فول مارك احفظي ثلاثه لو حفظتهم اجيب فول مارك. اه ليه؟ كل واحده وعكسها يعني انت احفظ ثلاثه واعكس اثنين وسته. نبدا باول واحد اللي اسمه بروستاجلاندين اي 2. ركز معايا بقى. بيطلع منين؟ من موست تيشوز يعني معظم انسجه جسمي بيطلع البروستاجلاندين اي 2. بيشتغل ازاي؟ قال لك اول حاجه بيعملها فازو دايلاتيشن اتساع في البلاد فيسل وبيعمل كمان سموث ماسل ريلاكسيشن يعني بيعمل برونكو دايلاتيشن ولا برونكو كونستريكشن؟ دايلاتيشن. سموث ماسل ريلاكسيشن يبقى برونكو دايلاتيشن. كمان الوظيفه الاهم ليه انه ميدييتور فور الانفلاميشن يعني هو اللي مسؤول عن الانفلاميشن. وكلمه انفلاميشن تعني ثلاث كلمات هوتنس وريدنس وبين. وسبب الهوتنس والريدنس ان بيعمل فازو دايلاتيشن يعني المكان اللي فيه التهاب يوسع البلاد فيسل اللي توصل له دم. وصل له دم كتير يبقى ريد وصل له دم كتير يبقى هوت. يبقى الهوتنس والريدنس سببهم ايه؟ فازو دايلاتيشن. وعشان كده بعد شويه لما اجي اتكلم على الانتي انفلاماتوري دراج التارجت بتاع جميع الانتي انفلاماتوري دراج انها تقلل بروستاجلاندين اي 2. كلهم عايزين يعملوا ايه؟ ديكريز للبروستاجلاندين اي 2 لان هو لو قلل البروستاجلاندين اي 2 يبقى انا هقلل الانفلاميشن. يبقى هو شغال فازودايليتور ويعمل سموث ماسل ريلاكسيشن وكمان ميدييتور فور ايه؟ فور الانفلاميشن. طب تعالى اللي بعده اعكس اعرف تعكس اعكس اسمه بروستاجلاندين اف 2 الفا هيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن وسموث ماسل ايه؟ كونتراكشن. عشان كده بستخدمه فور اندكشن اوف ليبر وبقول عليه هو الطل الصناعي. لو في اي ولاده متعثره بيدوا الست بروستاجلاندين اف 12 وانا حافظه كده الاف بتاع الفيميل الاف بتاع الفيميل يبقى هو اللي بيعمل اندكشن للليبر. تعالى اللي بعده اسمه ثرومبوكسين اي 2 بيطلع من البليت يا جماعه ومن اسمه ثرومبو سيب توفر يا سعد وركز معايا اسمه يا حبيبي ثرومبو يا وقت عمرك 800 اهي
يا واد مش مهم ده اصلا. يبقى بيعمل ثرومبوز، بيطلع من بليتلت، وعشان يعمل ثرومبوزس بيعمل فازو كونستريكشن. فازو ايه؟ كونستريكشن يعني يضيق الوعاء الدموي، وبيزود البليتلت اجريجيشن يعني يخلي الصفائح الدمويه تلزق في بعض عشان يقفل. يا جماعه البلاد فيسل المقطوع، يعني لو ده بلاد فيسل وعايز اقفله، يبقى اول حاجه فازو ايه؟ كونستريكشن، اضيقه. تاني حاجه اخلي البليت تلزق عشان تعمل حاجه اسمها بلاج سداده تسد الوعاء الدموي المقطوع. عكسه تماما اللي اسمه بروستا سايكلين، طلع من الفاسكولار اندوثيليوم. هو ايه وسيم خدناه؟ كان لازق في الفاسكولار اندوثيليوم لايبوبروتين لايبوبروتين، وادي الفاسكولار اندوثيليوم بيطلع بروستا سايكلين. ده يعمل العكس، يعمل فازو دايلاتيشن، وبيقلل كمان مين؟ البليتلت اجريجيشن. وعشان الواحد يعيش هيلثي لابد ان يكون هناك بالانس، اتزان ما بين الثرومبوكسين اي 2 والبروستاسايكلين 2، عشان لا يحصل سيادتك يعني سيوله زايده ولا تجلد زايد، لازم يكون في اتزان ما بين الاثنين. تعالى للايسايكليك بقى، يقول لك لو هتكلم على اليوكوترين بنسمهم ليوكو، طالعين من اليوكوسايت اللي هي كرات الدم ايه البيضاء، وبرده من البليتلت، وبرده من الماست سيل، ودي خليه انت عارفها مسؤوله عن الالرجي اسمها ماست سيل. بيعمل ايه؟ حاجتين، حاجه زي الفل وحاجه زي الزفت. الحاجه اللي زي الفل بيعمل مايجريشن لليوكوسايت، الايزوفيل والنيوتروفيل والبيزوفيل اسمهم ليوكوسايت، يعملهم مايجريشن من البلاد للتيشوز. تعالى نشوف ايه سبب الهجره دي. يقول سيادتك هو المفروض الواي بي سيز مش مسؤول عن المناعه، موجوده فين؟ في الدم. لكن لما يجي فيروس يصيب جسمي، الفيروس ده بيروح للتيشو، يعني فيروس A وB وC بيروح للليفر، بيعملوا هيباتايتس، التهاب في الليفر. طب الوايت بي سيز في الدم والفيروس موجود في الليفر، طب انا كوايت بي سيز عشان اقتل الفيروس ده مش لازم اروح المكان اللي فيه الفيروس، يبقى لازم اسيب الدم واروح جوه الخليه، اروح التيشوز. كلمه مايجريشن اوف البلاد اوف الوايت بي سيز للتيشو دي اسمها كيموتاكسيس، اسمها كده كيموتاكسيس. فبيساعد على الكيموتاكسيس، يخلي كرات الدم البيضاء تسيب الدم وتروح فين؟ التيشو. او لاقي اسم تاني احلى اسمه بوليمورفو نيوكليار انفلتريشن. الموديول الجاي سيادتك ان شاء الله باذن الله هتاخد السولو، وهتاخد اشكال الوايت بيسيز، هتعرف ان الوايت بيسيز النيوكلياس شكلها مختلف، يعني كل خليه ليها نيوكلياس غير الثانيه، كل خليه لها نيوكلياس بشكل مختلف، فاسمهم بوليمورف نيوكليار سيلز. بوليمورف يعني كذا شكل، نيوكليار سيل يعني النيوكلياس واخده كذا شكل، فالوايت بيسيز اسمهم الثاني بوليمورف نيوكليار سيل. يبقى البوليمورف نيوكليار سيل دخلت التيشو، عملت انفلتريشن للتيشو، فبسمي ده بوليمورف نيوكليار انفلتريشن. فلو قال لي مين المسؤول عن الكيموتاكسيس او الليوكوترين، مين مسؤول عن المايجريشن اوف وايت بيسيز للتيشوز ليوكوترين، مين مسؤول عن البوليمورف نيوكليار انفلتريشن برضه هم الليوكوترين. ودي حاجه حلوه. الحاجه اللي زي الزفت بقى هي عضو في عيله منيله ب 60 نيله اسمها سارسا، سلو رياكتنج سبستنس اوف انافلاكسيس. دي بتعمل انافلاكسيس يعني سيفير الرجي، وتعمل سيادتك انكريز في الفاسكولار بيرميابيليتي، يعني تخلي الفتحات بتاع البلاد فيسل واسعه، فالسائل بتاع الدم يطلع بره الدم، فيحصل حاجه اسمها ديكريز في البلاد بريشر. وانت بتلاحظ ده على فكره، لو حد فيكم عنده حساسيه اي حاجه هلاقي المكان اللي بيهرش فيه بيورم. انت عارف ليه المكان اللي بتهرش فيه بيورم؟ لان كلمه الرجي دي بتعمل زياده في الفاسكولار بيرميابيليتي، يعني بلاد فيسل فيه فتحات، في الحساسيه الفتحات تبقى اوسع، فالسائل اللي في الدم يروح ايه؟ خارج بره البلاد فيسل، فعشان كده يحصل الحساسيه دي، يحصل الورم. فالورم ده ليه؟ عشان زاد الفاسكولار بيرميابيليتي. طب لما السائل الدم يخرج بره الدم كده كميه الدم ايه؟ قلت. فالكميه لما تقل البلاد بريشر يقل. ما دايما يا جماعه البلاد بريشر ده بيعتمد على حاجتين، يعتمد على الدايمتر، لو حصل فازو كونستريكشن البريشر يزيد، لو حصل فازو دايلاتيشن البريشر ايه؟ يقل. ويعتمد على الاماونت اوف البلاد، لو الاماونت سيادتك كتير ده يخلي البلاد بريشر اعلى شويه. عشان كده حتى لما واحد ضغطه يبطا يعلقوا له محلول. ليه يعلقوا له محلول في الدم؟ يزود الاماونت اوف بلاد، فالبلاد بريشر يعلى. فانا دلوقتي طلعت كميه كبيره من سائل الدم بره البلاد فيسل، يبقى كميه الدم ايه؟ قلت.
فالبلاد بريشر يقل، ولما يقل ماركلي يحصل حاجه اسمها شوك. عارف يعني ايه شوك؟ صدمه، مفيش دم وصل للبرين فيحصل صدمه، يغمى عليه، يقع من طوله، بيسميها لك ده وقع من طول. كلمه وقع من طوله دي اسمها شوك. كمان بيعمل سيفير برونكو كونستريكشن، وانا بركز في دي، اليوكوتراين بتعمل سيفير برونكو كونستريكشن. يبقى حاجه حلوه اللي هي اسمها بوليمورف نيوكلير ايه انفلتريشن، حاجه وحشه عضو في عيله اسمها سارسه، عيله منيله على راسها حاجه اسمها هيستامينيا فاشله، ومعها كمان ليوكوتراين بتزود الفاسكولار بريميابيليتي، وكمان سيادتك تقلل بلاد بريشر وتعمل شوك، وممكن كمان تعمل سيفير برونكو كونستريكشن. طب عكسها بقى اللي بوكسنز، اللي بوكسنز بتطلع من الارتيريال وول، ودي سيادتك انتي انفلاماتوري مضاده للالتهاب، وبتديكريز الاميون ريسبونس، بتخلي الاميون ريسبونس اقل. طبعا الفانكشن دي ممكن تيجي من بابه كده، ايه الفانكشن ممكن يبقى دلوقتي من بابه، او ممكن يسالك فيها بطريقه غير مباشره. ازاي؟ يسالك بقى في حاجه اسمها انتي انفلاماتوري دراجز، غاية في الأهمية. قول الصبح بقى غاية في الأهمية، ايه الأدوية المضادة للالتهاب؟ ممكن اسألك سؤال؟ ممكن هسألك، هو مين الإيكوزانويد المسؤول عن الالتهاب؟ بروستاجلاند. يبقى اللي مسؤول عن الالتهاب الباشا الكبير ده الزعيم ده اللي اسمه بروستاجلاند الإيدول. فلو انا دواء مضاد للالتهاب التارجت بتاعي يا نوف ان انا اقلل مين؟ يبقى اقلل بروستاجلاندين اي 2. طب بص معايا، البروستاجلاندين اي 2 ده كان بيصنع في اي سكه؟ من سكه الكوكس ولا من سكه اللوكس؟ الكوكس. فهمت ازاي؟ فانا ممكن حاجه من الاثنين، يا اما اوقف السكه كلها، يعني اوقف فوسفولايبيز اي 2 يبقى وقفت الكوكس واللوكس وبالتبعيه قل البروستاجلاندين اي 2، يا اما ممكن اوقف الكوكس بس، يعني اشتغل على البروستاجلاندين اتش سنتيز يبقى وقفت الكوكس بس ايه اللوكس ستيل شغاله. يبقى انا كانتي انفلاماتوري، فكر بتستعلي معايا، يعني انا كانتي انفلاماتوري يبقى عايز اوقف البروستاجلاندين اي 2. طب البروستاجلاندين اي 2 ده في سكه الكوكس، ممكن اوقف الكوكس بس يبقى اللوكس ستيل ايه شغاله، يبقى انا هاثر على البروستاجلاندين اتش سنتيز. يا اما اوقف كل الباث واي كوكس ولوكس فهوقف الفوسفولايبيز. طب مين هما الانتي انفلاماتوري؟ اول نوع يسمى استيرويدز، والاستيرويدز دي قصدي بيها الجلوكوكورتيكويدز. لما اقول استيرويد يبقى قصدي الجلوكوكورتيكويد. يبقى ساعات الباشا هما ثلاثه ادويه بستخدمهم، الهيدروكورتيزون والبريدنيزون والبيتا ميثازون. ده الكورتيزون يا جماعه بيعمل ايه؟ ده قال لك بيوقف الفوسفولايبيز اتوه، يعني وقف الحنفيه من بدايتها، يعني وقف الكوكس واللوكس، وقف كل حاجه، وقف كل حاجه. فهمت ازاي؟ عشان كده هو انتي انفلاماتوري، لما وقفت كل حاجه وقفت البروستاجلاندين اي 2، طالما وقفته خلاص يبقى مفيش انفلاميشن. حلو الكلام. ايه كمان؟ قال لك في ادويه توقف الانفلاميشن لكنها ليست استيرويد. ليست استيرويد. فعشان هي مش استيرويد يا ابراهيم سميتها نان استيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، او ان اس اي اي دي، مشهوره قوي دي، نان استيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هي انتي انفلاماتوري يا زاك لكنها ليست ايه؟ ليست استيرويد. زي مين يا فاشله؟ زي الاسبرين، ودخلناه في الانزيم، اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد، وبيعمل اسيتايليشن للاو اتش اوف الثري اوف الكوكس. ولما اعمل اسيتايليشن للاو اتش اوف السيرين اوف الكوكس يبقى عملت له انهبيشن، ولما اعمل له انهبيشن يبقى مش هيشتغل، يبقى وقفت البروستاجلاندين ايه اي 2 فورميشن، بس انا وقفت الكوكس واللوكس لسه شغاله. ما انا خلي بالك، يا اما وقف كله بالفوسفولايبيز اي 2 عن طريق الاسترويد، يا اما وقفت ايه الكوكس بس بالالفرين. لو هتكلم عن الكوكس بقى، الكوكس ليه قصه ظريفه. انا عندي تو انزيمز اسمهم كوكس، في واحد اسمه كوكس 1 وفي واحد اسمه كوكس 2. قصتهم حلوه قوي. قال لك كوكس 1 ده كونستيتيوتيف، ومعنى كلمه كونستيتيوتيف اللي شفتها في الام سي كيو دول وكلكم خدناها فين، يعني شغال اول ذا تايم، بيشتغل في جميع الاوقات.
وملوش دعوه بالانفلاميشن، ملوش دعوه بالانفلاميشن. ومكانه جاستريك ميكوزا يعني في الاستومك، ووظيفته انه يقلل ال HCL سيكريشن. يبقى كوكس 1 ده موجود في الجاستريك ميكوزا وده كونستيتيوتيف، وظيفته انه يقلل الايه ال HCL سيكريشن. وده حلو ولا وحش؟ طبعا لو قللت ال HCL سيكريشن انا منعت البيبتيك ألسر، انا منعت القرحه. لو زاد ال HCL سيكريشن يحصل بيبتيك ألسر. فكوكس 1 ده موجود في الاستومك وبيقلل ال HCL، وموجود اول ذا تايم لاني اول ذا تايم عايز اقلل ال HCL سيكريشن، وملوش دعوه باي انفلاميشن خالص. طب كوكس 2 بقى قال لك ده موجود في الانفلاماتوري سيل، وده انديوسبل. يعني ايه انديوسبل؟ يعني يتصنع ان ريسبونس تو انفلاميشن. يعني لو في انفلاميشن هيطلع انفلاماتوري سيل وصنع كوكس 2. مفيش انفلاميشن ما يتصنعش. يبقى اول كلمه لازم تعرفها كلمه كونستيتيوتيف وكلمه انديوسبل. كونستيتيوتيف موجود اول ذا تايم، كلمه انديوسبل موجود في اوقات واوقات لا. كان مثال على الكلام ده هيكسوكاينيز وجلوكوكاينيز. كان هيكسوكاينيز ده كونستيتيوتيف موجود في كل الوقت عشان يدخل جلوكوز للاكس رايبات، لكن كان جلوكوكاينيز انديوسبل يعني يزيد تصنيعه وقت الفيدنج عشان الليفر يخزن الجلوكوز. هنا برضو كوكس 1 ده كونستيتيوتيف موجود في الاستومك وموجود اول ذا تايم عشان الاتش اس ال يبقى ايه؟ يبقى قليل. لكن كوكس 2 ده انديوسبل بيصنع بالانفلاماتوري سيل ان ريسبونس تو ايه؟ تو انفلاميشن. طب شغل عقلك معايا كده، لو انا عايز ابقى انتي انفلاماتوري دراج افضل لي ااثر على كوكس 1 ولا ااثر على كوكس 2؟ كوكس 2. هو كوكس 1 له علاقه بالانفلاميشن؟ لا، ده في الاستومك. يبقى انا افضل لي كانتي انفلاماتوري دراج ان انا اوقف كوكس 2، لان هو كوكس 2 اللي طالع من الانفلاماتوري سيل وهو اللي بيعمل انفلاميشن. يقول لك الاسبرين ده بقى بيوقف كوكس 1 مور ذان كوكس 2. يبقى ده حلو ولا وحش؟ وحش، لان هو كده هيقلل كوكس 1 في الاستومك. يبقى يزيد مين؟ ال HCL سيكريشن. عشان كده يقول لك ايه؟ لو خدت مسكن خده على معده مليانه. لما يقول لك خد الدواء ده بعد الاكل، يبقى هو عارف ان الدواء ده هيوقف كوكس 1، يبقى يزود ال HCL سيكريشن. فلو خدته على معده فاضيه وزاد ال HCL يحرق لك المعده. لكن لو خدته على معده مليانه وزاد ال HCL يبقى ال HCL قدامه اكل يقعد يحرق فيه بعيد عن المعده. فهمت ازاي؟ يبقى الاسبرين بيوقف كوكس 1 مور ذان كوكس 2، يبقى كده لازم على معده ايه؟ مليانه. في ادويه بقى طالعه جديده اسمها سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور، يعني هي منشنه على ايه؟ على كوكس 2. دي تتاخد بقى في اي وقت بقى، معده فاضيه، معده مليانه، زي ما انت عايز. طب ده اللي اسمه اسبرين. في نوع تاني مش اسبرين بقى، اسمه اندوميثاسين وايبوبروفين. الايبوبروفين ده موجود في البروفين حبيب الملايين 200 و400 و600 وتيلو. يقول لك دول بيعملوا نان كوفيلنت بايندنج مع السايكلوبتنين، يعني بيوقفوه باي نان كوفيلنت بايندنج، وبيوقفوا كوكس 1 اس كوكس 2، يعني الاثنين زي بعض. يبقى برضه بيتاخدوا على معده ايه؟ على معده مريضه. ودول انتي انفلاماتوري لكنهم ليسوا ستيرويد، فسميتهم نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. في دواء بقى حديث ملوش دعوه شويه بالانفلاميشن بس حلو، يعني اسمه سينجولير. اسمه سينجولير. السينجولير يستخدم ان تريتمنت اوف برونكال ازما، يستخدم في علاج ايه؟ البرونكال ازما. مشكله الشخص اللي عنده برونكال ازما ان عنده برونكو ايه؟ كونستريكشن. وبارت من الحاجات اللي بتعمل برونكو كونستريكشن هي الليوكوتراين. فالليوكوتراين سي 4 ودي 4 واي 4 يروحوا شابكين في ريسبتور على البرونكاي اسمها الليوكوتراين ايه؟ ريسبتور، ويروحوا عاملين برونكو ايه؟ كونستريكشن. السنجولير يقول لك هو الليوكوتراين ريسبتور انتاجونست. الليوكوتراين ريسبتور ايه؟ يعني بيبوظ الريسبتور بتاع الليوكوتراين اللي على البرونكاي. اجي كالليوكوتراين اجبك ما الاقيش، يبقى هل كده حصل برونكو كونستريكشن؟ ده حصل برونكو ايه؟ دايلاتيشن. عشان كده يقول لك سنجولير بيدخل الاير، سنجولير بيدخل الاير، بيدخل الاير ليه؟ لان اليوكوتراين ريسبتور ايه؟ انتاجونست.
وبالتالي بوظ الريسبتور، منع البرونكو كونستريكشن وعمل برونكو دايلاتيشن، يبقى سنجولير بيدخل الاير ويستخدم في علاج البرونكيال ازمة. هل هو انتي انفلاماتوري؟ نو نو، هو محطوط معاهم بس مش انتي انفلاماتوري، ده يستخدم في علاج البرونكيال ازمة. عندي بقى كام سؤال كده حاجة فاخر من الاخر. اول سؤال خلاص سهل وبسيط، يقول لك ليه الاسبرين انتي بايريتيك؟ ليه خافض الحرارة؟ ليه الاسبرين انتي انفلاماتوري؟ وقف مين الباشا؟ الكوكس. يبقى قلل مين؟ بروستاجلاندين اي 2 اللي هو ميديتور فور انفلاميشن، يبقى هو انتي انفلاماتوري. الثاني جامده جدا جامده جدا، يقول لك ليه ال ان اس اي اي دي كونترا انديكيتد ان برونكيال ازما؟ يعني لو عيان عنده برونكيال ازما واديته اسبرينايه انت بتضره، هو ال ان اس اي اي دي بيوقفه مين؟ الكوكس. هل وقفوا اللوكس؟ هل وقفوا اللوكس؟ يبقى لما وقف الكوكس كل الاراكيدونيك شفتت ناحيه اللوكس، يبقى زودت تصنيع مين؟ الليمفوتريك اللي بتعمل برونكو ايه؟ برونكو كونستريكشن، يبقى زاد اعراض البرونكو الازمة. انا ضريته. يبقى لو قال لي ليه ال ان اس اي دي كونترا انديكيت ما تتاخدش مع البرونكو الازمة، دول وقفوا الكوكس واللوكس استيل شغال، يبقى اراكيدونيك شفتت ناحيه اللوكس زاد تصنيع الليوكوترين، زودت اعراض البرونكو الازمة. طب لو قلت لك كمان ليه العيان اللي عنده برونكيال ازمة بياخد استيرويد؟ هو سعاده الباشا اي حد عنده رب وكده تلاقيه اول ما ايه نفسه كده يتضايق يطلع الحمد لله خلاص راح. ليه البخاخه ده عباره عن استيرويد؟ وقفت الفوسفولايبيز اي 2، لما وقفته انا وقفت التصنيع كلها، يبقى وقفت تصنيع اليوكو اللي بتعمل برونكو كونستريكشن، وبالتالي كده انا ريحت البرونكيال ازمة. طب ليه السنجولير بيدخل الاير؟ ليوكوترين ريسبتور انتاجونست، فهمت ازاي؟ طب مين احلى كتريتمنت لبرونكيال ازمة؟ الاحلى ان اديله سنجولير ولا اديله ستيرويد؟ طبعا سنجولير، لان سنجولير ناحيه مين؟ ليوكوترين بس، الستيرويد كل حاجه. فالافضل كعلاج طبعا سنجولير، لان هو متخصص في الليوكوترين اللي بتعمل بروكال ازمه، لكن الاستيرويد وقفت كل الباثوي. ده الموضوع يا حبي اللي سميناه مع بعض ايكوزرويد، اقفل الليمت ميتابوليزم للابد وهات بقى امينو اسيد وبروتين كيمستري. طبعا في الكيمستري هنركب الطياره، يلا نركب الطياره. يا خوف بالطيارة تقع فينا، يبقى مشكلة. وقعت خلاص. كل شطر يخرج الشابتر كله هيخلص ان شاء الله. قول يا رب. اللي مش عايز الكيمستري ينصرف بقى، اللي عايز الطياره يقعد يلا، عشان مش عايز حد يمشي في وسط المبدا بقى، اللي عايز يمشي من دلوقتي يمشي من دلوقتي بقى، ساري بقى في امان الله، ما تكونش دعوه بالطياره، خلوا الطياره لاهل الطيران. هيا بينا. الشابتر ده نصين، النص الاول بيتكلم على البروتين والنص الثاني بيتكلم على الامينو اسيد. مبدئيا ما ينفعش ادرس البروتين من غير ما اعرف السمبل يونت بتاعه، فانا الاول بدرس الامينو اسيد بعد كده نحط الامينو اسيد مع بعض وبندرس البروتين. لو هتكلم على الامينو اسيد، كام امينو اسيد بتدخل في تصنيع البروتين؟ في 20 امينو اسيد داخلين في تصنيع البروتين. واحد قال لك لا يا دكتور مش 20، دول 19 واحد بسميهم امينو اسيد وفيهم امينو جروب اللي هي ان اتش 2. واحد بس ما اسموش امينو، اسمه ايمينو وفي ان اتش اللي هي ايمينو جروب. مين الاونلي ايمينو اسيد؟ برولين. يبقى الايمينو اسيد الوحيد اللي موجود في جسمنا برولين. طلع واحد ثالث قال لك لا 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 لا، ده في واحد سميناه ذا 21st امينو اسيد،
هو الامينو اسيد رقم 21 واسمه سيرينو سيستين، وموجود في ثلاثه بروتين ثايوريدوكسين ريدكتيز وجلوتاثيون بيروكسيديز ودي ايودينيز، ومالوش سبيسيفيك كود. اه والله العظيم ده اليو جي اي اللي هو بالطبيعي ستوب كود في وجود سيرتن الونجيشن فاكتور يكون فور سيرين وسيستين، والكلام ده هنقوله لما ناخد الترانزيشن ان شاء الله. طيب لو حبيت اعرف الجنرال فورمولا بتاع اي امينو اسيد، قال لك عباره عن ار سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. ركز معايا، الامينو جروب شبكه في الالفا كاربون فبسميه الفا امينو اسيد، والامينو جروب دايما شمال فعشان كده بيبقى اسمه الامينو اسيد. فالامينو اسيد اللي موجوده طبيعي في الجسم اسمها الفا الامينو اسيد. ليه الفا؟ لان الامينو جروب في الالفا كاربون. ليه ال؟ لان الامينو جروب شمال. هل في جسمي دي امينو اسيد؟ لا، عشان كده لما خدنا الميتابوليزم الدي امينو اسيد اوكسيديز ملوش سيجنيفيكانس. ليه؟ لان اللي في جسمي عباره عن الفا الامينو اسيد. الفا ليه؟ عشان الامينو جروب في الالفا كاربون. اللي ليه؟ دايما الامينو جروب بتبقى شمال فاسمها الفا الامينو اسيد. ولو بصيت على الصيغه العامه هلاقي وحده كربوكسيل جروب ودي اسيدك، وواحده امينو جروب ودي بيسك، فثيوريتيكالي يعتبر الامينو اسيد ايه؟ نيوترال. لو حبيت اشبك اثنين امينو اسيد مع بعض، انا بشبك الامينو جروب بتاع 1 امينو اسيد مع كربوكسيل جروب اوف انذر امينو اسيد ببوند اسمها بيب تايد بوند. طيب لازم اتكلم على حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف الامينو اسيد، وهم 20 فمش واحده، انا عندي اربعه كلاسيفيكيشن للامينو اسيد اكوردنج تو الكيمستري، اكوردنج تو البولاريتي، واكوردنج تو ذا نيوتريشنال امبورتنس، واحده مهمه جدا وهتفيدنا في الميتابوليزم اسمها ميتابوليك كلاسيفيكيشن. هبدا باول تقسيمه اسمها كيميكال كلاسيفيكيشن اوف الامينو اسيد. الكلام ده حفظ خلي بالك، فانا همشي بيه بسرعه يعني تابعني. يعني الكيميكال كلاسيفيكيشن انا هقسم الامينو اسيد اكوردنج تو الكيمستري لثلاث حاجات. في نوع بسميه اليفاتيك امينو اسيد كونتين نو رينج، ونوع بسميه اروماتيك امينو اسيد يحتوي على بنزين رينج، ونوع بسميه هيتروسايكليك امينو اسيد وده فيه رينج لكنها ليست بنزين رينج. يبقى الليفاتيك ما فيهوش اي حلقات، اروماتيك فيها حلقه بنزين، هيتروسايكليك فيها حلقه لكنها ليست بنزين. تعالى نبص على الالفاتيك. الالفاتيك نوعين، نوع ساده ونوع زياده. كلمه الفاتيك ساده يعني الامينو اسيد زيه زي الصيغه العامه، واحده كربوكسيل واحدة امينو مضيعين بعض، سادة من غير اضافات. فاكيد الكربوكسيل لما تضيع الامينو، الامينو اسيد ده يبقى نون بولر، ان دي مضيعة. فواحدة كربوكسيل وواحدة امينو من غير اضافات. زي مين؟ زي اصغر امينو اسيد وهو جلايسين. عارف ليه جلايسين اصغر امينو اسيد؟ الار بتاعته عبارة اتش، وعبارة عن CH2 NH2 COOH، يبقى هو أصغر واحد من الأر عبارة عن إيه؟ عن H. والتاني يا ألا اسمه ألامين. وفي جروب بنسميه برانشت تشين أمينو أسيد، ثلاثة وأصحاب فالين وليوسين وأيزوليوسين. دول اسمهم برانشت تشين عشان فيهم إيه؟ برانشت. طب دول الألفاتيك السادة، تعالى نشوف الزيادة. ممكن يكون زيادة او اتش فبسميهم هيدروكسي امينو اسيد. زي مين يا شيرين؟ سيرين. ولو جيت في السيرين وزودت في النص سي اتش 2 يبقى شبيه السيرين اللي اسمه ايه؟ هومو سيرين. ودايما لو في الاسم هومو يبقى ما بيدخلش في تصنيع البروتين. موجود في الجسم لكن ما بيدخلش في تصنيع البروتين. يبقى السيرين وهومو سيرين دول اثنين، الثالث هو 3 يبقى 3 يونين. يبقى الهيدروكسي امينو اسيد سيرين وهومو سيرين و 3 يونين. طب في نوع زياده بس زياده سلفر فاسمهم سلفر كونتيننج
اه مايو اسيد زي واحد شهير قوي يسمى سيستاين وده فيه على فكره اس اتش جروب لو شبكت اس اتش مع اس اتش وشلت الاتش والاتش وشبكت الاس مع الاس يبقى عندي اتنين مع بعض اسمهم ايه سيستين السيستين ده عباره عن اتنين سيستاين شابكين مع بعض بايه بدايسلفايد بوند طب السيستاين ليه شبيه لو زودت في النص سي اتش 2 شبيه واسمه ايه هومو سيستاين والرابع بتاعهم يسمى ميثايونين ميثايونين خلي بالك في كل دول اللي فيه اس اتش هو السيستاين والهومو سيستاين دول فيهم اس اتش بس السيستاين موجود جوه البروتين لكن هومو سيستاين لا يدخل في تصنيع البروتين السيستين ده فيه اس اس والميثايونين لو انت فاكر ميتابوليزم في اس سي اتش 3 اللي اسمها ميثايل ايه ثايون يبقى خلي بالك اللي فيه اس اتش ويدخل في تصنيع البروتين فقط السيستين اه الهومو سيستين في اس اتش لكنه لا يدخل في تصنيع البروتين السيستين في اس اس والميثايونين في حاجه اسمها اس ايه سي اتش 3 طب دول اسمهم سلفر كونتيننج امينو اسيد يقول لك طب ممكن يكون الفاتيك والزياده كربوكسيل بسميهم اسيديك امينو اسيد هما اتنين اسيديك واحد بسميه اسبارتيك اسيد والتاني بسميه جلوتاميك اسيد ينفع اقول اسبارتيك وينفع اقول جلوتاميك ممكن اعمل منهم حاجه اسمها ايمايد فورم احط ايمايد جروب فيبقى عندي اسباراجين وجلوتاميك وبرده هيفيدنا قوي في الميتابوليزم تعرف اللي اخره اين ده في اتنين امينو جروب اللي اخره ايت ده في واحدة بس امينو جروب فالاسبارتيت وجلوتاميت فيهم واحدة امينو جروب لكن لما اقول اين انا حطيت ان اتش 2 كمان بسميها ايمايد هنا المرات فالاسبراجين والجلوتامين دول فيهم اتنين امينو جروب طب دول الاسيديك اللي هم اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد الايمايد فورم اسبراجين وجلوتامين ودول داخلين في تصنيع البروتين ومش اسيديك خلي بالك دول نيوترال دول نيوترال وداخلين في تصنيع البروتين في الفاتيك زياده بس الزياده امينو جروب بسميهم بيسك امينو اسيد دول سالين بقى قاعدين في الامتحان لايسين واخوه هيدروكسي لايسين وار جينين وهيستيدين كل دول اسمهم بيسك امينو اسيد طب تعالى على الاروماتيك حلوين قوي دول بقى مين هم الاروماتيك فينايل الانين وتايروزين وتريبتوفان دول بنسميهم اروماتيك امينو اسيد طب سعاده الباشا مين بقى هيتروسايكليك الهيتروسايكليك يعني فيهم رينج لكنها ليست ايه بنزيلين انا عندي اتنين قدام واتنين جداد اول واحد قديم هيستيدين في رينج اسمها اميدازول انا حطيته مع البيسك عشان هو بيسك لكن هو في رينج اسمها اميدازول فرجعت تاني حطيته مع الهيتروسايكليك كمان التريبتوفان التريبتوفان لو تفتكر من الميتابوليزم كان في رينج اسمها اندول عباره عن بنزين رينج شبكه مع رينج اخرى اسمها بيرول فعشان في بنزين حطيته مع الاروماتيك عشان شابك فيها رينج اخرى اسمها بيرول رجعت حطيته مع الهيدروسايكل وعندي كمان الامينو اسيد مين هم الامينو اسيد برولين وهيدروكسي برولين والنبي حاول تحفظ معايا انا عارفك حافظ بس ايه زود يلا الزياده حلوه قول معايا كيميكال كلاسيفيكيشن قسمت الامينو اسيد ثلاثه انواع او النوع اسمه ايه الفاتيك والتاني اروماتيك والتاني هيدروسايكليك الفاتيك في ساده وفي زياده الفاتيك ساده اصغر واحد اسمه والتاني الاء وبرانش تشين امينو اسيد فالين ليوسين الاقي اللي بيقول معايا يسقط زياده او اتش اسمهم هيدروكسي امينو اسيد الاول اسمه سيرين والتاني هومو سيرين والتالت ثريونين سلفر كونتيننج امينو اسيد واحد اسمه سيستين اتنين مع بعض سيستين والتقليد والرابع اسمه ميثايونين طيب اسيديك امينو اسيد عندي اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد ايمايد فور اسبراجين وجلوتامين بيزك امينو اسيد قاعدين في الامتحان لايسين واخوه وار
وهس الاروماتيك اول واحد اسمه فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان هيتروسايكليك اثنين قدام هيستيدين وتريبتوفان والامينو اسيد برولين لو قلت لك في الاسامي دي مين لا يدخل في تصنيع البروتين هتقول لي هوموسيرين وهوموسيستين ليه ما لهمش كودونز لو قلت لك مين ال 21st امينو اسيد سيلينوسيستين ودي اول تقسيمه according to the chemistry التقسيمه الثانيه according to the polarity حسب البولاريتي حسب القطبيه في عندي نوع اسمه ان تشارج نون بولر وفي نوع اسمه ان تشارج وبولر ونوع بسميه تشارج امينو اسيد سالتوني وقتها ايه الفرق ما بين كلمه تشارج وكلمه بولاريتي قلت لك كلمه تشارج يعني شحنه كامله نتيجه وجود كربوكسيل جروب نتيجه وجود امينو جروب دي شحنه كامله لكن كلمه بولاريتي شحنه جزئيه يعني ايه شحنه جزئيه يعني تو اتومز شبكوا مع بعض واحده فيهم ليها سلبيه كهربائيه اعلى من الثانيه يعني او شبكت مع اتش اس شبكت مع اتش ان شبكت مع اتش دايما الاو او الاس او الان ليهم الكترونيجاتيفيتي اعلى فبيشدوا الالكترون ناحيتهم يبقى عليهم شحنه سالبه جزئيه والهيدروجين كده فقد الكترون فبقى عليه شحنه موجبه جزئيه دي مش شحنه دي اسمها بولاريتي يبقى سعاده الباشا شحنه عليا سالب بالكامل او بلس بالكامل زي ان اتش 3 بلس زي سي او او نيجاتيف دي اسمها تشارج لكن بولاريتي تو اتومز واحده مور الكترونيجاتيف زي الثانيه فاللي مور الكترونيجاتيف شدت الالكترون بقى عليها بارشال نيجاتيف والهيدروجين بقى عليها بارشال بوزيتيف ومن الاخر يعني هم عباره عن اس شبكه مع اتش او او شبكه مع اتش او ان شبكه مع اتش دول اللي يعملوا ايه بولاريتي طب تعالى نبدا مين ان شارج ان بولر يعني اللي عنده لا شحنه كامله ولا شحنه جزئيه بالعقل كده سيادتك الالفاتك مين السالة جلايسين الانين بارين ليوسين هيدروجين في تاني بس عايزه واحد يكون فاهم كيمستري بقى البرولين التريبتوفان الفينايل الانين الميثيونين كتير لو فيك صحه احفظ صحتك على قدك زي حالاتي يبقى سيادتك الفاتك السادة الفاتك السادة واحده كربوكسيل واحده امينو من غير اضافات يبقى اكيد ان تشارج ونون بولر طب مين الان تشارج بولر فيها بقى جروب عباره عن تو اتومز واحده مور الكترونيجاتيف يعني يا اما فيها اس اتش يا اما فيها او اتش يا اما فيها سيادتك ايه ال ان اتش حاجه من دول تعال نشوف مين خدناه في اس اتش وداخل في تركيب البروتين والله قلت سيستين طب مين في او اتش السيرين والثريونين والتيروزين في او اتش والهيدروكسيبرولين في او اتش طب مين في ان اتش الامايد فور اسبراجين وجلوتامين فدول ان تشارج بس ايه بس بولر طب مين تشارج مين تشارج الاسيتيك والبيسك الاسيتيك تشارجد ايه نيجاتيف والبيسك تشارجد ايه مين يقول لي اشهر بروتين يحتوي على بيسك امينو اسيد مين اشهر بروتين يحتوي على بيسك امينو اسيد وخدناه لايسين وارجينين لايسين بقول لك بروتين بروتين هيستيدين بروتين هيستون ايوه كده جدع ايوه كده اسمك ايه يا بايس الله عليك يا ابو علي 10 على 10 يا ابو علي ايه الجمال ده الهيستون يا بهوي يا فاشله الهيستون مش كان بيسك بروتين والنبي ريتش ان بيسك امينو اسيد فعليه بوزيتيف تشارج فدي ان ايه النيجاتيف بيلف حوالين الهيستون البوزيتيف المراجعة ايه بعد خلاص 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 المراجعة اربع ايام وتدرس المراجعة ايه تاني فلو قال لي في الامتحان انيوميريت بيسك بروتين وغلط تبقى مصيبة يعني لو قالك بيسك بروتين غلطت لي لايسين وهيستيدين يا ابني في فرق ما بين امينو اسيد وبروتين البيسك بروتين هيستون والله العظيم هيغلطوا فيها انا متاكد من كده لو قال لي بيسك بروتين ده هيستون لكن بيسك امينو اسيد لايسين وارجينين وهيستيدين انت معايا انت فاهم انا بقول ايه بالذمه يبقى الهيستون ده مثال على بيسك بروتين ولو عندي سيادتك امينو اسيد
acidic هيبقى عليه charge negative. حلو الكلام ده التقسيمة according to the polarity خدناها من التقسيمة الأولى. تعالى التقسيمة الثالثة according to the nutritional importance حسب القيمة الغذائية. عندي بقى ثلاث أنواع، نوع اسمه essential ونوع اسمه semi essential أو half essential ونوع اسمه ايه؟ non essential. التعريف هو هو بتاع الفاتي أسيد. الاسينشال يعني cannot be synthesized inside the body وشود be supplied in the diet. non essential يعني can be synthesized inside the body ومش لازم أكله. هما يعني ايه رايز بقى semi essential؟ يعني for inside the body لكن at a rate enough for mean others ونوت enough for يعني هو essential للchildren ونون essential للadults. يبقى ساعات essential وساعات non essential يبقى ايه؟ semi essential. اتفقنا في التقسيمه ان في 9 essential وفي 1 semi essential وفي الباقي كلهم اللي هم ال 10 non essential والوحيد السيمي اسينشال هو مين؟ ارجينين. مش عارف انتوا حابين اكتر فايتال ليفت؟ خلاص الاسينشال حافظينهم بكلمه ثلاثه اصحاب كذابين يتقابلوا في شجره هيستري وترانسليت انتو انجلش ثلاثه يعني 3 يبقى 3 يونين. مين اصحاب؟ فالين وليوسين وايزوليوسين كذابين لايسي يتقابلوا 100 يونين. فين؟ في نايل الانين تحت شجره، شجره يعني تريبتوفان وشجره ايه؟ هيسترين. يبقى بحفظهم بثلاث اصحاب كذابين يتقابلوا فين؟ تحت شجره هيسترين. والاونلي سيمي اسينشال يبقى ارجين واي واحد بخلاف دول يبقى نون اسينشال امينو اسيد. بس احنا زودنا حته بالميتابوليزم، كان في 2 نون اسينشال بشروط، كان يا عبد الله السيستين نون اسينشال في وجود ميثايونين والتيروزين نون اسينشال في وجود فينايلالين. نكتبه هنا اللي مش كاتبه ايه اكتبه عشان تفكر نفسك. كان السيستين نون اسينشال بس بشرط اكله ميثايونين، ولو ما فيش ميثايونين السيستين يصبح اسينشال، وكان التيروزين نون اسينشال في وجود فينايل الانين، ولو ما فيش فينايل الانين التيروزين يصبح اسينشال. بيفكرني بالظبط باللينوليك والاراكيدونيك والالفا لينوليك والتيميدونيك. لازم اكل واحد اسينشال عشان اصنع نون اسينشال. حلو الكلام جدا جدا. البروتين قالت انا كمان عايزه يبقى ليا يعني نيوتريشن كلاسيفيكيشن. فالبروتينات عندي نوعين، نوع اسمه هاي بايولوجيكال فاليو ونوع اسمه لو بايولوجيكال فاليو. عشان بروتين يبقى هاي بايولوجيكال فاليو لازم يكون في جميع الاسينشال امينو اسيد ولازم يكون ايزي تو بي ديجست زي الانيمال بروتين. اللو بايولوجيكال فاليو ناقص واحد من التسعه اللي اسينشال اور ديفيكال تو بي ديجست زي البلانت بروتين. بس ربنا كريم وخلى الفقير سيادتك برضه يقدر يعيش، فقال لك لو عندي كذا اكله كل وحدها لو بايولوجيكال فاليو، لو عندي ميكسشر من اكلات لو الميكسشر ده قد يكون ايه؟ هاي بايولوجيكال فاليو. يبقى الفقير ده لما بيصحى ياكل فول وطعميه ومش عارف ايه وفجل وجزر ويظبط نفسه كده الخليط ده كله ان شاء الله يكون ايه؟ يكون هاي بايولوجيكال فاليو. وده اللي احنا بنعمله كل يوم بسم الله ما شاء الله علينا يعني. طيب ده التقسيمه الثالثه اسمها نيوتريشن. في تقسيمه رابعه اسمها ميتابوليك. ايه قصه الميتابوليك كلاسيفيكيشن؟ هتفيدني قوي في الميتابوليزم دي. على حسب بتتكسر في الجسم تدي ايه؟ ممكن تدي جلوكوز يبقى اسمها جلوكو جينيك، تدي كيتون يبقى اسمها كيتو جينيك، يدي الاثنين اسمها ميكس. تعال نشوف مع بعض. كان عندي 2 كيتو اللي بحرف ال ال فاكرهم؟ ليوسين ولايسين. وعندي 4 ميكس كان الثلاثة الاروماتيك ميكس فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان واللي عشان خاطري ايزوليوسين. يبقى في 4 ميكس، 3 اروماتيك فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان وواحدة عشان خاطري اسمه ايه؟ ايزوليوسين. بخلاف الستة دول كله 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 جلوكو. الكلام ده هيفيدني ان شاء الله بكرة، ما احنا بكرة ميتابوليزم فوق دماغك. هرزعك اسم الامينو اسيد. انت لا تقول لي جلوكو ولا كيتو ولا ميكس. اعرف ازاي؟ انا عندي 2 كيتو ليوسين ولايسين وعندي 4 ميكس فينايل امين وتيروزين وتريبتوفان.
ما عدا الستة دول كله هيبقى ايه؟ هيبقى جلوكوجينيك. يبقى دي التقسيمة سيادتك الرابعة. ممكن السؤال يجي سيمبل في الامتحان، مين هيدروكسي، مين سلفر كونتيننج، مين اسيديك، مين بيزك. بس موست كومن اللي بقى هيجي ميكسولوجي، تجميعات. مش عارف كلكم كاتبين الاسئله دي ولا لا، بس اللي مش كاتب اكيد يكتب. يقول لك النيوميريك الاسينشال هيدروكسي امينو اسيد، مين اسينشال وفي نفس الوقت هيدروكسي؟ ادي الهيدروكسي سيرين هوموسيرين ترينين. مين في دول؟ في ثلاثه اصحاب كاتبين سيرين. يبقى الاسينشال وهيدروكسي هو الفريونين. طب مين اسينشال وسلفر كونتيننج؟ ادي السلفر كونتيننج سيستين سيستين هومو سيستين وميثايونين. مين في دول اسينشال؟ ميثايونين. اهو يتقابلوا يبقى ميثيونين. يبقى الاسينشال وسلفر كونتيننج هو ميثايونين. طب مين اسينشال وبيسك؟ البيسك لايسين هيدروكسي لايسين ارجينيسيدين. مين في دول اسينشال؟ لايسين هيستيدين. طب مين اسينشال واروماتيك؟ الاروماتيك فينيلامين تيروزين تريبتوفان. مين دول اسينشال؟ فينيلامين وتريبتوفان. طب مين اسينشال وهيتروسايكليك؟ هيستيدين وتريبتوفان. طب مين اسينشال وكيتوجينيك؟ ال 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 ليوسين ولايسين. لو قال لي مين اسينشال ولا فاتك كتير، بس اشهر ثلاثه فالين وليوسين وايزين. يبقى دخل التقسيمات مع بعض، دخل النيوتريشنال مع الكيميكال كلاسيفيكيشن. ممكن برضو يسالني مين الامينو اسيد اللي فيه الميتازول رينج؟ هيستيدين. مين الامينو اسيد فيه اندول رينج؟ تريبتوفان. اعرف دول اللي فيه الميتازول رينج هو الهيستيدين، لكن اللي فيه اندول رينج هو التريبتوفان. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا بقى بروبرتيز اوف الامينو اسيد. وانا عندي اثنين بروبرتيز، امفوتيريك بروبرتي وببتايد بون فورميشن. الامفوتيريك بروبرتي معاها حلوه قوي، يعني مهمه جدا وبتيجي في الفاينل لوحدها كده. ولو جيب انا اكاونت على الامفوتيريك بروبرتي اوف الامينو اسيد، يعني ايه كلمه امفوتيريك؟ يعني ايه امفوتيريك؟ طب بلاش امفوتيريك، يعني ايه امفوتيريك؟ ايوه كلمه امفيباتيك يعني جزء منها بولر وجزء منها نون بولر. شكرا. يعني ايه امفيبوليك؟ انابوليك. مين خدناها في الميتابوليزم امفيبوليك؟ الكريبسايت. فالمقطع انف معناها متردد، فلما اقول امفيباتيك متردد بولر ونون بولر، لما اقول امفيبوليك متردد انابوليك وكاتابوليك، ولما اقول امفوتيريك متردد ساعات اسيد وساعات بيز. فلو عايز اعرف الامفوتيريك بروبرتيز اوف الامينو اسيد، بقول ذا امينو اسيد ان اسيديك ميديم رياكت اس ابيز اند كاريز بوزيتيف شارج، وان الكالاين ميديم رياكت اس ان اسيد اند كاري نيجاتيف شارج. وفي نقطه اسمها ايزو الكتريك بويد تعرفها ذا بي اتش ات ويتش ذا امينو اسيد كاريز بوز ذا بوزيتيف اند ذا نيجاتيف شارج، وبسميه داي بولر ايون او سبيتر ايون. يا ساتر ايه الكلام الغريب ده، الكلام الغامض ده. تعال نشوف كده، مين يعرف يرسم الجنرال فورمولا اوف الامينو اسيد؟ ار سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. قال لك سبحان الله، عشان في واحده كربوكسيل ودي اسيدك، واحده امينو ودي بيزك، ففي جروب تخليه اسيدك والكربوكسيل، وفي جروب تخليه بيزك ودي الامينو. فساعات يشتغل كاسيد وساعات يشتغل كبيز حسب الميديم اللي موجود فيها. فلو شلت الامينو اسيد، ركز معايا يا ماما، وحطيته في اسيديك ميديم، اسيديك ميديم دي فيها اتش كتير ولا او اتش كتير؟ فيها اتش كتير. طالما اتش كتير، هل الاتش دي يحصل لها ايونايزيشن؟ هل تتأين؟ ما حواليها اتش كتير، تتأين ليه؟ فتفضل زي ما هي. لكن ال ان اتش 2 دي تروح واخده ايه؟ واخده اتش، يبقى اسمها ان اتش 3 بلس. ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل وصل. فاسيديك ميديم سيادتك هي خدت اتش، اللي بياخد اتش على فكره ده بيز، فرياكت از بيز اهي خدت اتش وشايله ايه؟ بص في الشغل. يبقى لما احطها في اسيديك ميديم تشتغل كانها بيز وتحمل شحنه موجبه. طب تعالى نحطها في الكلاين ميديم،
الكلاين ميديم فيها او اتش كتير واتش ايه قليل. طب طالما او اتش كتير واتش قليل هل الكربوكسيل دي يحصل لها ايونايزيشن؟ تطلع اتش عشان تقابل وحده او اتش من اللي زي ده بتعمل ميه متعادله. طب طالما الاتش قليل هل ال ان اتش 2 دي تاخد اتش؟ لا ما الاتش قليل تفضل زي ما هي ان اتش 2. ايه اللي حصل؟ اللي حصل وصل فالكلاين ميديم هي طلعت اتش واللي بيطلع اتش ده اسيد وتحمل شحنه ايه؟ سالبه. يبقى الامينو اسيد قول معايا فاسيدك ميديم رياكت اس وكاري يا رب اللي ما يقول يموت. فاسيدك ميديم اترياكت اس اديد وكاري والكلاين ميديم رياكت اس وبيكاري. يبقى ساعات يشتغل كانه بيز وده في اسيدك ميديم وساعات يشتغل كانه اسيد وده في الكلاين ميديم هو متردد ساعات اسيد وساعات بيز ده اسمه امفوتيريك بروبلم. بيقول لك في نقطه اسمها اي اي بي ايزو الكتريك بول تعرفها ذا بي اتش ات ويتش ذا امينو اسيد كان سبوز البوزيتيف والنيجاتيف شارج. يبقى في بي اتش معينه كده بلاقي الامينو اسيد شايل الاثنين شايل السالب وشايل الموجب بسمي دي سيادتك ايزو الكتريك بوينت او نقطه التعادل الكهربي. ده حتى الامينو اسيد اللي شايل الاثنين ده بسميه داي بولر ايون ثنائي القطبين او بالجيرمان بنسميه سبيتر ايون. فساعات يقول لي الامتحان ديفاين سبيتر ايون او ذا امينو اسيد ان ذا ايزو الكتريك بوينت ويتش كاريز بوز ذا بوزيتيف اند نيجاتيف. ده اللي بسميه سبيتر ايون. بتحصل عن بي اتش كام دي؟ عن 6.02. يبقى نقطه التعادل بالنسبه للامينو اسيد 6.02 وعندها الامينو اسيد بيروح انود ولا كاثود؟ لا انود ولا كاثود. عندها كانت مايجريت ان الكتروفوريسيس فلو حطيته في تيار كهربي وبقى عندي سالب وعندي موجب لا يروح لده ولا يروح لده عشان ده بيشده زي ده بالظبط. يبقى قاعد الايزو الكتريك بوينت الامينو اسيد كانت مايجريت ان الكتروفوريسيس. يقول لك بقى استنتاج بقى اكوردنج يعني بناء على ما تقدر ذا امينو اسيد از بريزنت ان 1 اوف 3 فولد يا اما اللي شايله البوزيتيف وده في اسيدك ميديم يا اما اللي شايله النيجاتيف وده في الكلاين ميديم يا اما اللي شايله الاثنين وده بيحصل في الايزو الكتريك بوينت. والان تشارج امينو اسيد از نوت بريزنت ات اني بي اتش لا يوجد بي اتش داخل جسمي الامينو اسيد فيها ان تشارج. هتقول لي ما انت قلت من شويه ان في نوع اسمه ان تشارج ام بولر وان تشارج بولر. قال لك ده ثيوريتيكالي على الورق لكن براكتيكالي في سيرتن بي اتش لابد للامينو اسيد ان يحمل شحنه يا اما السالبه يا اما الموجبه يا اما الاثنين. عندي سؤالين. اول سؤال ليك هل جميع الامينو اسيد لها خصائص متعدده؟ ايوه ليه لا ليه ما تقوليش ايوه لا وتسكت وانت تقول ايوه ولا لا ايوه غلط عشان في سعاده الباشا في انواع من الامينو اسيد اسمها اسيديك امينو اسيد في انواع اسمها بيسك امينو اسيد. يبقى طالما انا حددت اتجاهي انا اسيديك انا بيسك يبقى زي متردد. فيقول لك الانفوتيليك بروبرتيز ابلايد على المونو امينو مونو كاربوكسيل يعني الامينو اسيد ليها واحده امينو وليها واحده كاربوكسيل هي دي لها ام فوتيريك بروبرتي. لكن لو واحد اسيدك لو واحد بيس خلاص حد اتجاهه ايه. طب الحاجه الثانيه طالما هو ساعات اسيد وساعات بيس ليه سميته امينو اسيد؟ برافو عليك. هو موجود جوه جسمي في بي اتش 7.4 يعني هو جوه جسمي موجود في الكلاين ميديم وفي الكلاين ميديم بيرياكت اس اسيد فيسموه امينو اسيد. يبقى هو جسمي موجود في بي اتش 7.4 دي بي اتش جسمي دي بالنسبه له الكلاين فجوه جسمي موجود في الكلاين ميديم ولما بيتحط في الكلاين ميديم بيشتغل كانه اسيد فسميته امينو اسيد غايه في الاهميه وريتم في الامتحان واسمها امفوتيريك جروب. الثانيه سهله قوي اسمها بيبتايد بوند فورميشن. يقول لي سيادتك بقى لو عندي امينو اسيد وجنبه هو امينو اسيد ان اتش 2 سي اتش سي او او اتش ودي ار 2 وعايز اشبك الاثنين مع بعض عشان اشبك الاثنين مع بعض ده اسمه كوندنسيشن رياكشن وبيحصل باي ريموفال اوف ووتر وبشبك الالفا كربوكسيل اوف 1 امينو اسيد
مع الالفا امينو اوف انذر امينو اسيد. والشاطر قوي لازم يقول الفا، ما ينفعش اي كربوكسيل تشبك مع اي امينو، لازم الكربوكسيل اللي شابكه في الالفا مع الامينو اللي شابكه في الالفا. يا عم تقول كربوكسيل مع امينو خلاص، اه صح مش هقول لك غلط، بس الاصح الفا امينو مع الفا كربوكسيل، لان في امينو اسيد سيادتك اسيدك فيهم كذا كربوكسيل. هل اي واحده تعمل بيبتايد؟ نو. وفي امينو اسيد بيزك فيها كذا امينو جروب، هل اي واحده تعمل بيبتايد؟ نو. لازم اللي يعمل بيبتايد الالفا كربوكسيل مع الالفا امينو، الكربوكسيل اللي شابكه في الالفا مع الامينو اللي شابكه في الالفا. اعمل ازاي؟ ده اسمه كوندنسيشن، بيحصل باي ريموفال اوف ووتر. من الكربوكسيل اشيل او اتش، ومن الامينو اشيل اتش، واروح شابك الاثنين مع بعض بجون اسمها بيبتايد بوند. كده شبكت اثنين امينو اسيد مع بعض، ده اسميه داي بيبتايد. اشبك واحده كمان تراي بيبتايد، تترا بيبتايد، بنتا بيبتايد. يبقى البنتا بيبتايد في كام بيبتايد بون؟ أربعة. لان دايما عدد البيبتايد بون اقل من عدد الامينو اسيد بواحد، فلما اقول بنتا بيبتايد يبقى ما بينهم أربعة بيبتايد بون. خلصنا النصف الاول من الشابتر اللي اسمه امينو اسيد، تعالى النصف الثاني من الشابتر اللي اسمه بروتين كيمستري. امتى المركب اسميه بروتين؟ لو عندي الاثنين لعشرة امينو اسيد ده يسمى اوليجو بيبتايد، لو عندي من 11 ل 49 امينو اسيد ده بسميه بولي بيبتايد، 50 فيما اكثر يبقى بروتين. فعشان كده اسمي المركب بروتين لو 50 فيما اكثر. عندك شويه كلام كده اسمه فانكشن او امبورتنس اوف البروتين، قراءه رشيده في ساعه سعيده عمرها ما تيجي. البروتين شغال انزيم، شغال هرمون، شغال ستراكشرال اليمنت، شغال في الترانسبورت، شغال في الديفنس ميكانيزم، بعمل بيه بلازما بروتين. اقعد الف كله صح كله صح، لكن ما يهمنيش الكلام ده، يهمني حته ان في ولا يا باشا انت سيكلوجين ده ربع كده تريا طبعا من ذهب، يا ريت يجي ام سي هو صح، ده كلام هبل، فعشان هبل مش هيجي عشان سهل. يقول لك في الان بي ذا شيب اور ذا كونفورميشن اوف البروتين از امبورتنت فور اتس فانكشن، يعني شكل البروتين مهم لاداء وظيفته، واذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته. يبقى عشان البروتين يعمل وظيفه لازم يكون ليه شكل محدد. الانزيم عشان يشبك مع سبستريت لازم يكون الاكتيف سايت بتاعه زي السبستريت. طب باظ الشكل يبقى باظت ايه؟ الوظيفه. شكل البروتين مهم لاداء وظيفته، واذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته. اروح ماسك بقى كلمه شكل البروتين دي واروح سائل نفسي ايه اشكال البروتينات؟ عندي شكل، في عندي شكل من البروتين يسمى فايبروس، وعندي شكل يسمى جلوبولر. الفايبروس ده بنسميه بروتين ليفي يعني طويل، اما الجلوبولر ده بنسميه بروتين كروي. فايبروس وجلوبولر. السؤال الاول، امتى اعرف ان البروتين ده فايبروس وامتى اعرف ان هو جلوبولر؟ بس له حاجه اسمها اكس ريشيو، يعني الطول المحوري، وده عباره عن لينك على الود طوله على عرضه. لو قست طوله على عرضه لقيته مور ذان 10 ده فايبر، قست طوله على عرضه لقيته ليس ذان 10 ده جلوبولر. طب ايه الاستراكشر؟ يقول لك الفايبر بروتين بيبقى ارانجد ان ا باريلال فورم، مترتب في باريلال فورم اراوند ا سنجل اكسل فورمينج لونج فايبر، يبقى ارانجد ان ا باريلال فورم اراوند ا سنجل اكسل فورمينج لونج فايبر، بعمل الياف طويله فسميته فايبرز. لكن الجلوبولر ده بيبقى ارينجد ان ا كومباكت يعني محكم جلوبولر اور سفيريكال فورم، مترتب في نظام كروي محكم اسمه جلوبولر. طب تعالى خد الفانكشن بعدها ستوريبيليتي. الفايبرز بروتين وظيفته سبورت وبروتكشن، بذمتك لو حاجه وظيفتها سبورت وبروتكشن تبقى سوليبل ولا انسوليبل؟ طبعا انسوليبل ما يدوكش يا باشا، وظيفته سبورت وبروتكشن يبقى زي دول. طب الجلوبولر بتبقى وظيفته موبايل اند دايناميك، يعني بينقل حاجات من مكان لمكان في الدم، طالما ماشي في الدم يبقى لازم يكون ايه؟
soluble في الووتر لان الدم عباره عن ميه. طب امثله زي ايه؟ حط في الفايبرز بروتين موديول 105 الكولاجين والالاستين والكيراتين جلوبال بقى حط اي حاجه في الدم بقى انزيمات هرمونات بروتينات هيموجلوبين اي حاجه في الدم يبقى ايه؟ يبقى جلوبال. المقارنه دي يا ابني سيب موبايلك يا حبيبي. حبيبي والله كل ما اقول لحد يطلع لي صورتي يا اما يطلع لي ورقي عامل لي ايه ده امسك الموبايل زي ما انت عايز. يبقى ساعات الباشا الفايبرس الاكسريش مور ذان ديب جلوبال ليزر ديب الفايبرس بيبقى مترتب في بدل فور اراوند سنجل اكسس فورمينج لونج فايبر جلوبالر في كومباكت جلوبالر سبيريكال فور خد فانكشن مع سوليبيليتي الفايبرس سبورتد وبروتكتد يبقى انسوليب الجلوبالر موبايل وديناميك يبقى سوليب الفايبرس زي مين كولاجين الاستيك كيراتين جلوبالر زي الانزيمز والهرمونز والبلازما بروتين والهيموجلوبين. الفكره بقى ازاي الامينو اسيدز اللي متشابكين مع بعض ببيبتايد بوند اوصل بيهم لشكل اسمه فايبرس او اوصل بيهم لشكل اسمه جلوبولر ده عنوان اسمه ستراكشر او كونفورميشن اوف مين اوف البروتين وده بيتوصف تحت فور ليفلز برايمري ستراكشر سكندري ستراكشر وتيرشري ستراكشر وكواترنري ستراكشر. مبدئيا كلهم اسئله في الامتحان ده رقم 1. رقم 2 عشان اعمل ليفل انا بكمل على الليفل اللي قبلي ما بهدوش يعني السكندري بتعمل فوق البرايمري التيرشري فوق البرايمري والسكندري الكواترنري فوق برايمري وسكندري وتيرشري وكل واحده فيهم بكرر سؤال ريتن في الامتحان. تعالى مع بعض كده ناخدهم واحده واحده كده ونبدا يا حبي برايمري ستراكشر اوف البروتين كلام في منتهى الجمال. لو بعرف البرايمري استراكشر وبتيجي من امتحان ديفاين هقول نمبر اند سيكونس اوف امينو اسيد ذات فورم ذا باك بون اوف ذا بولي بيبتدي شيء عدد وترتيب الامينو اسيد اللي بتعمل الباك بون او العمود الفقري للبولي بيبتدي شيء. بمعنى ايه؟ لو قلت لك ان الانسولين ده بروتين فيه 51 امينو اسيد ادي عرفت النمبر والفيرست امينو اسيد سيرين والثاني سيستين والثالث جلايسين لغايه ما وصلت ل 51 يبقى عرفت كمان السيكونس. فلما عرفت النمبر وعرفت السيكونس بتاع اي بروتين يبقى انت عرفت سيادتك ايه البرايمري ستراكشر. قول معايا كده باي ديفينيشن يعني ايه نمبر كان سيكونس اوف امينو اسيد ذات فورم مين الباك بون اوف ذا هولي بتاعه. بمعنى لو رسمت لك بروتين في البرايمري ستراكشر برسمه كده ان اتش 2 سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او او اتش قراتك يا معلم ادي ار 1 وادي ار 2 وادي ار 3 وادي ار 4. يقول لك دايما لو بصيت على الباك بون اللي في وسط البروتين هلاقي كله ان اتش سي اتش سي او ان اتش سي اتش سي او. ليه ان اتش؟ لان شايل اتش عشان اعمل بيبتايد بون. ليه سي او؟ عشان شايل او اتش عشان اعمل بيبتايد بون. وبلاقي ان البون اللي بتعمل ستابيلايزيشن للبرايمري ستراكشر هي البيبتايد بون. فكل ليفل لبون تتعمل له ستابيلايزيشن بون بتثبته فالبرايمري ستابيلايزد باي بيبتايد بون ودايسلفايد دي اف بريزم يعني ممكن وممكن لا بس الاساس بتاعك ايه بيبتايد بون. يبقى البرايمري ستراكشر ستابيلايز بون تسمى ايه بيبتايد بون. ويقول لك كمان كل بروتين هو في البرايمري ستراكشر له تو اند او له تو تيرميناي او لو تو تيرمينالز كله صح واحده بيبقى فيها فري امينو جروب اسمها ان تيرمينوس او ساعات بنسميها امينو ان. طب ليه فيها فري امينو جروب ما فيش قبلها حاجه فما عملش بيبتايد بون ودي ترس الناحيه الشمال وفي ناحيه فيها فري كاربوكسيل جروب. ليه فري كاربوكسيل جروب ما عملش بيبتايد بون عشان ما فيش بعدها حاجه دي اسمها سي تيرمينوس او كاربوكسي ان. ولما بحب اقرا اي بروتين بقرا من فين لفين من الان للزي. افتكر زمان كان في دكتور عظيم عندنا في القسم الله يرحمه اسمه دكتور رشيد دهلب حتى مسمين كده مدرج باسم ده حد عظيم جدا عندنا حد كده يعني علامه البايو بتاعنا يعني القائد والمثل الاعلى يعني هو ده رشيد دهلب الله يرحمه يعني. فكان رئيس قسم بقى وما ادراك لو واحد عنده علم ومسك رئيس قسم بيمسك الطلبه يفنطهم بسم الله ما شاء الله يعني اللي عنده علم ده بيبهدل الطلبه على طول. ففاكر في سؤال كان ميد يير لسه يعني بيفتح مع الطلبه يعني الكلام جاب لهم بولي بيبتدي شيء
طولها 11 امينو اسيد. يعني زي ما انا رسمها كده. بس اللي هو عمله ان هو رسم الارار. يعني لو كان جلايسين حط الار اتش، لو كان هيسين حط الميدازول رينج، لو كان تريبتوفان حط اندو، رسم الارات يعني. واداهم بقى 10 اكس 2. فيرست امينو اسيد از اختار. سكند امينو اسيد از لغايه ال 11 امينو اسيد از. طب انا عشان تجاوب السؤال ده رقم واحد لازم تكون حافظ الاستراكشر شكلها ازاي، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم تعرف انت لو هتحب تقرا مين الفيرست ومين اللاست تبدا منين؟ تبدا من الامين جروب. عايز اقول لك الثلاث نقط انبسطوا جدا 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 جدا. حاطط لك كام مصفار في الامتحان ده عينك ما تشوف الا نور بسم الله ما شاء الله. لكن ده طبعا ايام العز، ايام ما كان الفايو يعني فورمولا واستراكشر وبنشرح. دلوقتي ما فيش الكلام ده. اعرف يا باشا امينو اند وسي اند خلاص كفايه عليك زي الفل كده. فانا بقرا من فين؟ بقرا من الاند للسي. ليه بقرا من الاند للسي؟ لان البروتين لما بيتصنع في جسم بيتصنع من اي زي ساعه. تبع على نفس الذكاء ولا لا؟ مفيش خالص. مفيش حد زي رشيد ده كتبنا الله يرحمه. مفيش حد زيه تاني. هو اكتر واحد كان بيسقط الطلبه الحمد لله. الحمد لله. لا لا بس صالحهم بعد كده ينزل لهم ويشرح لهم وبتاع. لا لا حد الله يرحمه فعلا بجد راجل محترم. ايه مشكله صح اشتغل بس هو محترم. المهم فلما اجي اقرا اقرا من فين لفين؟ بقرا من ان للسي. ليه بقرا من ان للسي؟ ده الدايركشن اوف السيمبل. كان في جمله بقى انا قعدت اشرح فيها واجيب لك مثال وابله سعاد وابله مش عارف مين، لكن ما كنتش خدت دي ليه. دلوقتي الجمله دي بتتعدى عليها كده برجليك. يعني بقول ان البرايمري ستراكشر از ديتيرمينت باي ذا جينيتك انفورميشن اون الدي ان ايه. يعني الجينيتك انفورميشن اللي على الدي ان ايه هي اللي بتديتيرمين البرايمري ستراكشر اوف البروتين. المعلومه دي قعدت انا اشرح لك واشتغل لك في ازاز عشان خلاص انت خدت دي ان ايه. انت عارف ان المعلومات الوراثيه موجوده على الدي ان ايه. يحصل له ترانسكريبشن يدي ام ار ان ايه. ام ار ان يروح الريبوزوم يعمل له ترانسليشن، فكل ما يقرا كود يحط امينو اسيد يحط امينو اسيد. يبقى عدد الامينو اسيد ده اتحدد عن طريق الام ار ان ايه اللي جه من الدي ان ايه، والسيكونس اوف الامينو اسيد اتحدد عن طريق الام ار ان ايه اللي جه من الدي ان ايه. فالدي ان ايه هو اللي بيحدد سيادتك البرايمري استراكشر ومن ثم السكندري والتيرشري والكوترنري. وبالتالي لو حصل ميوتيشن في الدي ان ايه هذا يؤدي الى ايه؟ بروفاوند فيسيولوجيك تشينج. والميوتيشن دي كانت يا اما سايلنت يا اما مس سنس يا اما نون سنس. ربط بقى ربط بقى. وده اللي يعمل امراض. ده اسمه برايمري استراكشر اوف البروتين. طب هل كفايه عشان توصل الشيب اوف البروتين؟ لا. ده البروتين في البرايمري استراكشر شكله راندوم كويل حلزون عشوائي وملوش شكل محدد. عشان كده يا حبي انا بروح للليفل الاعلى اللي بسميه ايه؟ سكندري استراكشر اوف البروتين. وفي السكندري استراكشر قال لك انا بعمل فولدنج بلف البولي بيبتايد تشين لاحد شكلين، يا اما لشكل بسميه الفا هيليكس يا اما لشكل بسميه بيتا بليتد شيتس. اولا لازم يعني تلاحظ النطق، انا بقول الفا هيليكس. الثاني بقول بيتا بليتد شيتس، واحد مفرد والثاني جمع. الالفا هيليكس عباره عن 1 1 1 لكنه فولدد فولدد بولي بيبتدي شيء 1 فولدد بولي بيبتدي شيء. لكن البيتا بليد شي مور ذان 1 2 ل 5 اكستندد بولي بيبتدي شيء. يبقى الهيليكس 1 وفولدد بولي بيبتدي شيء. البيتا بليد شي مور ذان 1 لكنها اكستندد بولي بيبتدي شيء. الالفا هيليكس لما بوصفه بقول هو رايت هاندد كوري. كان زمان برضو بنقعد نعيش معاه دي انت خدت دين ايه يا ابني؟ انت عارف يعني ايه رايت هاندد؟ يعني ملفوف كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ كلوكوايز. هو عباره عن حلزون او ملف ملفوف ايه كلوكوايز. فبقول رايت هاندد كوري. ليه دايمنشن؟ يقول لك الترن الواحده اللينك بتاعها 0.54 نانومتر. وتحتوي على 3.6 امينو اسيد. يبقى فيها 3.6 من 10
وهتاخد لي يعني ايه 6 من 10 يبقى ال 10 لفات فيهم 36 فكان اللفه الواحده فيها كام؟ فيها 3.6 اربط ولا بلاش؟ اربط ولا بلاش؟ هو الترم في الدي ان ايه كان اللينث كام؟ 10 لا اللينث 0.54 اللينث 0.54 54 بقى هنا من 54 لو ده بعينك ايه الله عليك يا اسراء كان 3.4 نانومتر وفيها كام بسبير 10.4 بس في ترن عن ترن تفرق دي ترن الالفا هيليكس الثانيه ترن الدي ان ايه ترن الالفا هيليكس 54 من 100 نانومتر اصغر طبعا وفيها 3.6 امينو اسيد هو كده دخلهم في بعض انا اسف انا قال كل واحده مجانا انا اسف انا اسف حقكم عليا حقكم عليا انا غلطان وانا والمصحف غلطان انا هقفله خلاص بربط دول دخلتهم في بعض بعملها ايه دي خلاص انا اسف طب كده لو قلت لك طول الامينو اسيد الواحد كام يبقى الطول الكلي على عدد الامينو اسيد هيبقى 0.15 نانومتر واحد يقول يعني اي امينو اسيد 0.15 ازاي هو عنده واحد صغير واحد كبير ان اللي موجود سيادتك هو الباك بون اللي اسمه NHCH0 الار دي بره اللي ماشي على الهيليكس هو NHCH0 الار بره الار بره والفرق ما بين امينو اسيد وامينو اسيد تاني في الار لكن يا بايز الباك بون عباره عن ايه NHCH2 ده اللي ماشي على الهيليكس الار فين بره والهيليكس بيلف حوالي الار فكل واحد سيادتك 3.6 تقريبا 4 بص معايا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 بهذا الشكل يقول سيادتك ايه البوند اللي بتربط الامينو اسيد مع بعض قال لك هيدروجين بوند هنا لو وصفتها انترا تشين ولا انتر تشين انترا ليه انترا جوه بولي بيبتايد تشين واحد وكل بيبتايد او كل امينو اسيد تعمل اثنين هيدروجين بوند مع الفورت اباف ومع الفورت اشمعنى الفورت بس معايا لو ده امينو اسيد في سي اتش وان اتش وسي او وهنا سيادتك طلعت فوق اهو هلاقي سي اتش وان اتش وسي او ونزلت تحت اهو سي اتش ودي ان اتش ودي سي او فلك لما كل ترم فيها 3.6 تقريبا يعني 4 فلما اطلع 4 فوقي 1 2 3 4 هلاقي ان الان اتش قصادها سي او يبقى الاتش مع الاو بهيدروجين بوند لما انزل 4 تحتي 1 2 3 4 هلاقي الاو قصادها ايه اتش فيشبكوا مع بعض بهيدروجين بوند فكل ترم فيها 3.6 تقريبا 4 فال 4 فوق هلاقي الاتش قصادها او هيدروجين بوند 4 تحت الاو قصادها اتش يبقى هيدروجين بوند وكل الامينو اسيد تتشبك مع بعض بالطريقه دي عن طريق سيادتك ايه هيدروجين بوند اللي اسمها انترا تشين ليه انترا تشين هو بولي بيبتايد اتش واحده وعشان الالفا هيليكس ده عمل كل الهيدروجين بوند الممكنه مع نفسه لو حطيته في الميه ما يقدرش يعمل هيدروجين بوند مع الميه عشان يبقى هيدروفوبيك وان سوليبل ان الوتر ليه هيدروفوبيك وان سوليبل عشان عمل كل الهيدروجين بوند مع نفسه فلما يتحط في الميه ما يعملش هيدروجين بوند مع الميه اهم سؤال فيه في فاكتورز بتمنع تكوين الشكل ده اللي اسمه رايت هاند تي وتحب تكوين الليفت هاند الاخر ايه الفاكتورز دي بتيجي في سيكيوزا روز اولها برولين ليه برولين هو ايمينو وكالتو فورما هيدروجين بوند وشرطي انه كله يشبك مع بعضه هيدروجين بوند يبقى البرولين ده ايمينو هاند وعشان كده لما كان موجود في الكولاجين الكولاجين كان ليفت وليس رايت هاند ايه كمان قال لك ميني سكسيسيف اسيديك او بيزك امينو اسيد ليه بقى عشان سيادتك لو عندي واحد اسيديك مش مشكله لكن خمسه سته اسيديك ورا بعض نيجاتيف تشارج يعملوا ايه ريبالشن ولو عملت ريبالشن اللفه هتوسع مني يعني تبقى اكتر من 0.54 ولو اللفه وسعت باظ الرايت هاند تيلي كمان ميني سكسيسيف امينو اسيد وسبالكي ار بانكي ار يعني الار كبيره زي التريبتوفان زي الادرينوسين الحاجات دي سيادتك برضو لو واحده منها مش مشكله لكن خمسه سته ورا بعض انا كده بلف سيادتك ايه حوالين حاجه كبيره فاللفه وسعت مني شبهتك بلعب حاجه جميله وبتعمل عمره كده او حج هتلاقي الناس كلها عايزه تبقى قريبه من الكعبه
ليه؟ عشان لما تلف حوالين الكعبه يبقى المسافه ايه؟ كما عملت السبع اشواط بسرعه. لكن هو سبع اشواط فعلا ولا بقى؟ انا بقول صح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لسه عندي معلومات حلوه الحمد لله. طب ساعات الباشا لو انت جيت متاخر بقى ورحت في اخر الجامع بسم الله ما شاء الله هتقطع نفسك لان هتاخد لفه ايه؟ على اوسع وفي فوق كمان وبتاع. ربنا يوعدنا يا بنت انا وانت ان شاء الله باذن الله بعد المديول باذن الله. فساعات الباشا انا برضه لو عندي كذا واحد ليه باك اللفه ايه؟ توسع مني. فلو اللفه وسعت مني باظ برضه الرايت هاند دي. فتحفظ الامثله عشان ساعات بيقول لك في الام سي كيو ون اوف ذا فولوينج ابانوازيت بريفنت انفورميشن اوف الرايت هاند دي. فتحفظ البالك ار ذا تريبتوفان ذا ايزوليسين. يعني ايه مخصصه ليه مش عارف؟ يعني ايه مخصصه ليه البالك ار مش عارف؟ ايوه هم دول اللي هم كبار يعني اشهر ناس كبار يعني. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك يا بنتي كمان. روح اعملي عمره انت على فكره عشان تيجي. طيب هل الفا اكس موجود فين الاول؟ موجود في الان ستريتش هير. موجود في بروتين اسمه الفا كيراتين وده موجود في الان ستريتش هير اللي هو ايه؟ الشعر الكيرلي. تعالى اللي بعدها بيتا بليتشي. اتفقنا مور ذان وان واكستندد بولي بيتا بليتشي. يعني مفروده مور ذان وان واكستندد. عندي نوعين، نوع اسمه باراليل ونوع اسمه انتي باراليل. البارلل متوازيين وفي نفس الاتجاه ان سي ان سي. الانتي بارلل متوازيين وفي عكس الاتجاه ان سي سي ان. ومشبكين برضو مع بعض بهيدروجين ايه؟ بهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هنا بقى اسمها انتر ولا انترا؟ انتر ولا انترا؟ انترا في عينك. انتر انت قلتوا انترا انتر انتر تشين هيدروجين بوند عشان ما بين واحده وواحده. ال ان بي بقى اللي محطوطه بالذات في كده عشان تلخبطك يقول لك ان ممكن البيتا بريت تشين دي تبقى بولي بيتا بريت تشين واحده وتروح رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه وقتها قال الهيدروجين بوند يبقى انترا. الكلام ده فيري فيري رير. ركز مع البيزك ما تمسكش في الرير. البيزك هي مور ذان وان واكستندد. فالهيدروجين بوند اللي فيها اسمها انتر تشين. سيبك من النبي من الانفيديا هتلخبطك سيبك من اخبارك. طب موجوده فين؟ في البيتا كيراتين وده موجود في الاسترتشد هير في الشعر الناعم. سؤال بقى يقول واحد جينيوس لو ركزت في الرسمتين ليه دي اسمها الفا ودي اسمها بيتا؟ بالظبط كده ما حدش يضحك عليك ويقول لك دي اسمها الفا ودي اسمها بيتا تقعد تخترع. دي اكتشفوها اولا فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم ايه هيليكس وايه يعني الفا ودي بعدها على طول بسم الله الرحمن الرحيم بي جي ودي يعني بيتا. فالالفا والبيتا ولا ليها اي سيجنيفيكانس. وحد يقول له وش يمين وشمال واختراعات. كنا لو جينا كده متنكدين في الورق وعايزين نضحك نسال السؤال ده لا عايزين نضحك نعمل ايه؟ تعالى ورق دي امين ده حرب يا غلام. شفت امين البحار ده لما يقول له ده حرب يا قصير هو ده حرب يا فليه بقى وانت تقلب؟ وانت تقلب؟ احمدوا ربنا الورق اتلغى يعني هي خلاص مش انا والله كان في ناس كده مش انا مش انا مش انا خالص يعني انا كنت بسقط بس لكن ما اعرفش حاجه كده ان شاء الله بس على الاول سنتين لما تروح ده انت يحلها ربنا. طب عايز ورقه فاضيه؟ ورقه فاضيه؟ مفيش ورقه فاضيه خالص؟ الورق كله اتكسر؟ لا ده انا هقطع واعمل واخرب الدنيا. شكرا. كلمة بيتا بنت الشيت دي سموها بيتا بنت الشيت ليه؟ عشان عامله زي المروحه بتاع زمان دي فاكرها؟ فدلوقتي الدنيا برد ما فيش مروحه خالص يعني الحمد لله. فكلمه شيت يعني ورق كلمه بليتد يعني متنيه. اسم الله عليك يا الف سلامه الف سلامه يا رب. فعباره عن ورقه متنيه بيقول لك دي سيادتك بولي بيبتايد ودي بولي بيبتايد شابكين بهيدروجين بوند بولي بيبتايد وبولي بيبتايد بهيدروجين بوند. فشكلها عامل زي ورقه متنيه فاسمها بليتد شيت. فكلمه بليتد يعني متنيه وشيت يعني ورقه. طب السؤال بقى هل الالفا اكس والبيتا بليتد شيت هل كفايه عشان يوصفوا لي الشكل بتاع البروتين؟ هم وصفوا لي فايبرس ده شكله فايبرس
لكن مش كفايه عشان توصف ايه يبقى انا كده بالالفا هيليكس والبيتا بديت شيت وصفت مين الفايبرس ومش كفايه عشان اوصف جلوبلر فعشان اوصف الجلوبلر هروح للليفل اللي بعده اللي اسمه ايه تيرشري استراكشر في التيرشري استراكشر بقول بعمل فولدنج او تويستنج للبوليبيبتايد تشين تو فورم اجلوبلر بروتين بلف البوليبيبتايد تشين عشان اعمل ايه جلوبلر بروتين ادي سياستك البوليبيبتايد تشين وشكلها فايبرس عملتها ايه جلوبلر يبقى كعبلت البوليبيبتايد تشين عملت تويستنج للبولي بيبتايد تشين تو فورم اجلوبلر بروتين ساعات الام سي كيو بتلخبطوا يقول لك وانا بعمل جلوبلر بروتين may be far away from each other become close to each other ده ترو ولا مش ترو يعني وانا بعمل جلوبلر ممكن منطقتين بعيد عن بعض في البولي بيبتايد تشين يلفوا ويبقوا ايه قريبين من بعض ما انا بكعب البروتين بكرمش البروتين ممكن مناطق بعيد عن بعض تبقى قريبه من بعض زي في التيرشري ستراكشر اهم بقى في التيرشري ستراكشر ايه الروابط اللي بتحافظ على التيرشري ستراكشر مبدئيا هم خمسه مبدئيا كل الروابط دي اللي مسؤول عنها الار اللي بيعمل سيادتك الروابط اللي في التيرشري ستراكشر الار بمعنى ايه يقول لك لو الار دي فيها او اتش يعني فيها اتش ايه وجنبها سيادتك اس او ان بتاع سيستين او بتاع اسبراجين اعمل حاجه اسمها هيدروجين بوند يبقى لو الار فيها بولاريتي اعمل هيدروجين بوند لو الار نون بولر اعمل حاجه اسمها هيدروفوبيك انتراكشن لو الار فيها سيادتك كربوكسيل جروب اسيدك وجنبها ار فيها امين جروب بيزك اعمل حاجه اسمها ايونيك انتراكشن ده اسم تاني سول بريدجز طب لو الاثنين ار قربوا من بعض بديستنس اسمها فاندر فال ديستنس اعمل حاجه اسمها فاندر فال زي فورسز لو انت مذاكر اول شابتر ده اللي محدش بيذاكره دول اسمهم نون كوفالنت فورسز لو الار بقى فيها اس اتش بتاع سيستين وجنبها ار فيها اس اتش برده بتاع سيستين اعمل ايه الدايسلفايد يبقى عندي الاربعه النون كوفالنت ومعهم ايه الدايسلفايد دول اللي بيحافظوا على التيرشري ستراكشر طب التيرشري ستراكشر عملت لي جلوبولار بروتين وقبلها السكندري عملت لي فايبرس بروتين انا خلصت كده امال ايه اللازمه بتاع الكواترنري بقى يقول لك مش اي بروتين ليه كواترنري ستراكشر الكواترنري ستراكشر موجوده في البروتينات اللي فورمت اوف مور ذان 1 بولي بيبتايد تشين يعني 2 3 4 5 10 المهم مور ذان 1 المثال الشهير بتاعي الجلوبولين الهيموجلوبين الهيموجلوبين مكون من 4 بولي بيبتايد هنعرف المدرج الجاي 2 الفا و2 بيتا طب ازاي ال2 الفا يشبكوا مع ال2 بيتا قال لك بيشبكوا مع بعض الروابط اللي ما بينهم دي اسمها كواترنري ستراكشر يبقى الكواترنري بتبقى موجوده في البروتين المكون من مور ذان 1 بولي بيبتايد خلاك مور ذان 1 2 3 4 زي ما يكون عشان كده حاطط لك مثال اخر الكولاجين 3 بولي بيبتايد فالعلاقه ما بينهم اسمها كواترنري ستراكشر خلي بالك في فرق ما بين الكواترنري ستراكشر والبيتا بليت شيت ده كويس ان هم جم جنب بعض اهو في البيتا بليت شيت انا عندي مور ذان 1 بس اكستندد يعني كلهم في البرايمري ستراكشر لكن في الكواترنري مور ذان 1 بس فولدد يا اما في السكندري يا اما في التيرشري ستراكشر يبقى البيتا بليت شيت مور ذان 1 اه بس كلهم اكستندد مفرودين لكن الكواترنري مور ذان 1 بس فولدد كل واحده يا اما في السكندري يا اما في التيرشري ستراكشر لحسن الحظ الروابط اللي بتحافظ على الكواترنري هي ذا سيم اللي بتحافظ على التيرشري قولوا معايا كده الاربعه النون كوفالنت هيدروجين وهيدروفوبيك وايونيك وفاندر فالت ومعهم مين الداي سلفايد بول في كلمتين لهم علاقه بالشيب اوف البروتين عايزين نجمعهم مع بعض اولا هل اي بروتين ليه برايمري ستراكشر هل اي بروتين ليه سكندري ستراكشر يبقى جميع البروتين ليها برايمري وليها سكندري طيب لو انا فايبرس انا وقفت عند ايه عند السكندري لو انا جلوبولر بقى عندي كمان تيرشري ولو انا فور اوف مور ذان 1 بولي بيبتايد اضيف كمان كواترنري يبقى لو هكتب كل البروتين ليها برايمري وسكندري الجلوبولر ليهم كمان تيرشري واللي فورمت اوف مور ذان 1 بولي بيبتايد هيبقى عندهم كمان ايه كواترنري يبقى كل البروتين لهم برايمري وسكندري
فايبرس وقفت عند السكن. جلوبولر بقى ليه كمان تيرشري، ولو فور اوف مور ذان وان بوليبيبتايد هيبقى عندي كمان كواترنري استراكشر. كلمه اخرى ليها علاقه برضو بالاستراكشر اسمها شابيرونز. شابيرونز ده سؤال ريتم مهم وما جاش قبل كده ولا مره، واحنا في انتظار متى سياتي الشابيرون. ممكن يجي ويبقى سؤال حلو ومش متكرر. ما في ناس قبل امتحان الفاينل هاد الامتحان اللي فات تشوف هيجي ايه وذاكره. لا ده ما جاش، ده ما جاش مش شابيرون. لو جه هتكتب اربع جمل، اربع جمل بفول مارك، جملتين مقدمه وجملتين وصف للشابيرون. اول جمله هقول سيادتك ان البروتين ماست بي فولدد to attain a three-dimensional shape. يعني اي بروتين لازم يتلف يبقى عنده شكل ثلاثي الى ابعاد. ليه؟ عشان يعمل وظيفه. وبالتالي الجمله الثانيه نيولي سينثيسايز بروتين، يعني بروتين المصنع حديثا بيبقى at a great risk، في خطر كبير of misfolding، يعني ممكن يتلف بس بصوره ايه خاطئه. ولو حصل له misfolding هيحصل له حاجه اسمها aggregation، يلزق في بعضه وما يبقاش ليه وظيفه. طب مين بيمنع الميس فولدنج؟ بروتينز اسمها شابيرونز. قال لك دي جروبز اوف بروتين ذات بروموت ذا افيشنت فولدنج، بتحافظ على الفولدنج صح، او ذات بريفنت الميس فولدنج اوف البروتين. يبقى الشابيرونز وظيفتها بتمنع الميس فولدنج، بتبروموت الافيشنت فولدنج اوف البروتين. ولو حصل age related decrease في الاكتيفيتي اوف الشابيرونز البروتين يتلف بصوره خاطئه ويحصل امراض الشيخوخه زي الزهايمر ديزيز وباركنسون ديزيز. والنبي بيقولوا معايا اربع جمل يلا. اول جمله بقول بروتين ماست بي فولدد تو اتين ايه 3 دايمنشنال شيب، ونيوري سينثيسايز بروتين يبقى ايه اجريت ريسك اوف ميس فولدنج واجريجيشن. مين بيمنع ميس فولدنج؟ جروب اوف بروتينز بريفنت ميس فولدنج او بروموت افيشنت فولدنج اوف البروتين. ايه اللي بيحصل مع الايدج؟ ديكريز في الاكتيفيتي اوف الشابيرونز، يحصل سيادتك الزهايمر ديزيز وباركنسون ديزيز. العنوان الاخير في هذه الحصه الكبيسه. خلصنا شابترين لو تخيل. دي ناتيوريشن. اولا عنوان مهم جدا. لو سالتني اهم تو تايتلز في شابتر الكيمستري بتاع البروتين اقول لك انفوتيليك بروبرتيز واقول لك ديناتوريشن. جت السنه اللي قبل اللي فاتت سؤال في الفاينل 8 درجات، والله العظيم 8 درجات، حته واحده كده طالعه واحده اكونت على ديناتوريشن من اساسها. سؤال غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. بعمل ايه في الديناتوريشن؟ اللي عملته في الاستراكشر وفي البروتين ببوظه في الديناتوريشن. اللف اللي لفيته هفكه تاني. فكلمه نيتشر يعني طبيعه، دي نيتشر انزع الطبيعه. طبيعه البروتين انه فولدد ملفوف. لو عملت انفولدد للبروتين كده عملت دي ناتوريشن للبروتين. عشان تاخد 8 درجات كنت عامل فاينل 3 كلمات، هم 3 كلمات ب 8 درجات. ايه الديفينيشن؟ وايه الفاكتور؟ وايه الايفكت اللي هتحصل ما بعد الديفينيشن؟ لو هعرف سيادتك اقول الديفينيشن هقول loss of the organization of the protein، بوظت تنظيم البروتين. والبريك داون اوف السكندري والتيرشري والكواترنري استراكشر اوف البروتين. والمعايا سمعني صوتك، يعني ايه ديفينيشن؟ loss of the organization of the protein والبريك داون اوف السكندري تيرشري والكواترنري. وبرايمري لا ليه برايمري لا؟ هيصير بروتين. طب والله انت شغال زي الفل والله، بسم الله ما شاء الله. انا خايف السنه الجايه تنافسني والمصحف. تيجي في القاعه اللي جنب اللي فوق في قطع فراح هنا، الاقي الاقي هنا وعباس هنا، ايه يا بنتي؟ هيروحوا لي بعد كده. فالبرايمري لا ليه؟ ما يصير فعلا. لو كسرت البرايمري معناها كسرت بالتايب 4، معناها ما بقاش بروتين بقى اماين واسم. يبقى ساعات في الام سي كيو يقول لك ايه؟ ان ديناتوريشن اول اوف ذا فولوينج ار بروكن داون اكسبت. اختار مين؟ البرايمري. برايمري لا، عشان ما يصير بروتين. يبقى لوس اوف ذا اورجنايزيشن اوف البروتين وذ بريك داون اوف سكندري تيرشري وبرايمري لا ليه؟ ما يصير بروتين.
طب ايه الفاكتورز اللي بتعمل دينادريشن؟ قال لك في فيزيكال وفي كيميكال. فيزيكال حاجات فيزيائيه زي الهاي تمبرشر. الهاي تمبرشر بتبوظ سيادتك الروابط اللي بتحافظ على الاستراكشر اوف البروتين. كمان الاكس راي، والاكس راي دي ربط ده كوز اوف كونديشن، يعني كانت بتبوظ البروتين وتبوظ الدي ان ايه. اكس راي كانت ايونايزنج ولا نون ايونايزنج؟ ايونايزنج. النون ايونايزنج يا فاشل. لا مش هيقولوا لي خلاص، انا خدت خلاص اطمنت. انا اطمنت ايه؟ انا بتغلط ايه؟ انا هتفشله. عايز اب النون ايونايزنج هي اليو في ار، لكن الاكس راي والجاما ريز كان ايونايزنج. كمان استونيكيشن اللي هو الموجات الفوق الصوتيه. كمان الميكانيكال اجيتيشن، الاستثاره الميكانيكيه زي مضرب البيض زي ما قلت لك، يعني خلطت صفار البيض ببياض البيض، ده استثاره ميكانيكيه. طب ده فيزيكال. الكيميكال بقى ثلاثه اس، سترونج اسيد وسترونج بيز. لو عايز بقى برضو تربط، كان دول بيعملوا سيادتك انهيبيشن للانزيم. كان وكان شغال على الحمار ولا البتاعه؟ على الحمار يا بايظ، عليه على الحمار يا بايظ. كان على الايه وانزيم، وكان اسمه نان سبيسيفيك انهيبيتورز، يبوظوا اي بروتين. فهمت ازاي؟ ايه كمان غير سترونج اسيد وسترونج بيز؟ قال لك الاورجانيك سولفنت، المذيبات العضويه، والسولت اوف الهيفي ميتال. السولت اوف الهيفي ميتال، وكمان اليوريا. كل دي فاكتور بتعمل دينيتريشن، فيزيكال وكيميكال. وقلت لك وقتها وخدت فيها وقت، بس الوقت خلاص مش هاخد فيها وقت، انت عرفتها. انت ذكرت دي ان ايه؟ الدينيتريشن يحصل في مكانين، في البروتين وفي الدي ان ايه. كان الدي ان ايه كان اسمها دينيتريشن، كان لها تعريف رابشر اوف الهيدروجين بوند وسيبريشن اوف التو ستريت، ويحصل باي هيتنج واسوشيتد ويز 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 وين سايتوكروم في عينك؟ سايتوكروم ايه؟ ان الاشعة تدخل بس الدينيتريشن اوف دينيتريشن مع مين؟ يا بلاوي انتم ميتوكوندريا ميوتيشن. الدينيتريشن اسوشيتد مع ايه؟ اسمها ايه دي؟ هايبر كروميسيتي. قلتيها؟ خلاص جدع جدع، بس حط كلمة فاشلة خلاص. مش في حاجة اسمها هايبر كروميسيتي، قلت لك بتيجي ام سي كيو. والامتحان امتى؟ الاربع الجاي صح؟ والنهارده الاربع صح؟ يعني زي النهارده. ربنا يستر. اه والله اسبوع. فالدينيتريشن اسوشيتد مع حاجة اسمها هايبر كروميسيتي، وكانت في الدي ان ايه ريفرسبل صح؟ وكان الريفرسال ده اسمه ري ناتوريشن او ري انيمينج. بيقول لي صح هتمتحن كويس الاربع ان شاء الله. لكن في البروتين كانت صعب تبقى ريفرس، ديفيكالت تو بي ريفرس، ديفيكالت يا جماعه. لا يعني لو بروتين سهل وبسيط 50 60 امينو اسيد سهل يرجع الوضع تاني، لكن لو حاجه زي الانزيم 10000 امينو اسيد وليه شكل كده يعني معقد، لا صعب. يبقى هي في الدي ان ايه ريفرسبل، لكن في البروتين مش هقول ريفرسبل، هي ديفيكال او ميبي ريفرس. حلوه ميبي ريفرس. طب ايه الايفكت اوف الدينيتريشن؟ عندي كام حاجه مهمه. اول حاجه بيحصل لوس للسكندري والتيرشري والكواترنري استراكشر اوف البروتين، وبرايمري لا ليه؟ هيصير بروتين، هيصير امينو اسيد. طب ثلاث حاجات من غير ما تبص، سوليبيليتي وفيسكوزيتي ودايجستابيليتي. السوليبيليتي يحصل فيها ايه؟ تقل، ولازم تعرف ليه. بيقول لك البروتين هو جلوبولر، كنت بلفه بذكاء، ركز في دي والنبي يا بايظ، ركز في دي والنبي، ركز في دي عشان خاطري والله العظيم. وانا بلف البروتين عشان يبقى جلوبولر، كنت بخبي النون بولر امينو اسيد في الكور، وكنت بخلي البولر امونات كلها ايه في الوول، فالبروتين بيبقى سوليبل. لما افك البروتين كل النون بولر امونات اللي كانت مستخبيه جوه بقت في مواجهه الميه بره، فالسوليبيليتي ايه قلت. فالسؤال ده جاي اكسبلين واي، وما كانش موجود صراحه، فالناس غلطت. ليه سيادتك سوليبيليتي بتقل افتر الديجريشن؟ ديو تو اكسبوجر اوف النون بولر امونات. النون بولر اللي كانت مستخبيه بقت في مواجهه الميه.
يبقى حصل اكسبوجر للنبضون الامينو اسيد فاستوربيليتي قلت. طب الفيسكوستي يحصل لها ايه؟ تزيد. ليه الفيسكوستي تزيد؟ عشان السيرفيس اريا زاد. ولما السيرفيس اريا تزيد الفيسكوستي تزيد. طب كمان الدايجستابيليتي يحصل ايه؟ تزيد. ليه دايجستابيليتي تزيد؟ حصل اكسبوجر للبيبتايد بوند. البيبتايد بوند كلها بقت في مواجهه الدايجستيف انزايم. يبقى سوليبيليتي قل وفيسكوستي ايه؟ زاد. ودايجستابيليتي ايه؟ زاد. وفانكشن لوس اذا فقد البروتين شكله فقده. فلو كان انتجين زي فيروس او بكتيريا ما يعرفش يعمل ديزيز لوس اوف ذا انتجينيك اكتيفيتي. ولو كان انزيم لوس اوف ذا بيولوجيكال اكتيفيتي. اشوفكم بقى بكره ان شاء الله.